السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مروان السيد زي ممكن في الفرقة التالتة. بإذن الله هنشرح النهاردة محاضرة الانتستين. طبعا المحاضرة دي اتأخرت عليكم، كانت المفروض تنزل من أسبوع تقريبا، بس نظرا إن هي ما كانتش داخلة في الميد، فقلنا خلاص نشرحها في وقت مناسب بعد الميد. بس للأسف الدكتور اللي كان ملزم بالمحاضرة دي اتعرض لظرف فاعتذر عن المحاضرة. فالمحاضرة دي جات لي إمتى؟ جات لي يوم الجمعة، وانا اساسا كان عندي امتحان يوم الاحد معاكم، فاللي هو انا ايوه اعمل ايه بقى؟ ده انا امتحاني بعد بكره، احضر المحاضره ازاي؟ خصوصا اصلا ان انا ما كنتش لسه عملت لها داتا ولا اعرف المحاضره دي، ولا كنت قريتها ولا مذاكرها ولا اي حاجه. فقلت خلاص بعد الامتحان بقى اللي هو يوم الاحد ايه هفضل المحاضره دي بقى ان شاء الله. فحرفيا من ساعه ما رجعت من الامتحان وانا مريش غير المحاضره دي. معلش اعذرونا على التاخير في نزول المحاضره، واعذرونا على التقصير لو في مثلا ديفكت في جوده الشرح او في تحضير الداتا نفسه، لان زي ما قلت لكم كان في ضغط في الوقت، فللاسف كل حاجه جت ايه اتكروتت كده. تمام، بس ان شاء الله مش هتكون يعني ما اتكروتتش قوي، يعني هنحاول يعني نوضح الموضوع على قد ما نقدر. طيب المحاضره يا سيدي طويله ورخمه، وعايزه واحد باله طويل في المذاكره، فخلي نفسك طويل كده معايا في المحاضره. احنا اصلا ممكن نقسمها على جزئين، وسم الله وصلى على النبي. بص يا سيدي، نبدأ الأول بالحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. دلوقتي بقينا في الفترة الأخيرة في كده فئة عمرية من تاني إعدادي أولى إعدادي لغاية تالتة ثانوي، ومعلش في اللفظ، ال 85% من الناس دول ما شافوش تربية، لا في اخلاق، شتايم تلاقي، لبس مش مظبوط تلاقي، تصرفات الواحد، دول مش سن اطفال ولا سن مراهقين خالص، يعني ما فيش اخلاق خالص. حتى انت مثلا تكون فلتت منهم الحمد لله، يعني عصرت، يعني انت في طفولتك ما كنتش في اللي هم فيه دلوقتي، اللي هم دايما على موبايل دايما على النت، فتلاقي الدنيا سايبه معاهم قوي، خصوصا بقى في جو السوشيال ميديا اللي احنا فيه بقى. بقيت بتشوف اشكال حرفيا اللي هي لا مؤاخذه في اللفظ هي الزباله اللي عايمه على الوش، فده اللي ظاهر مننا، اللي هو دول بقوا الاغلبيه مننا خلاص، بقى دول اللي عايمين على الوش. فانت خلاص فلتت منهم، احمد ربنا على اللي انت فيه، حاول تتجنبهم، ما تكونش مساق في الاتجاه ده. يعني انت احمد احمد ربنا وحافظ على اللي انت وصلت له من الاخلاق، حتى انت بتكون محترم بين الناس، الناس يعني بتقدرك وبتحترمك، يعني حتى بصتهم يعني انت في نظرتك للناس دي اللي هي اللي انا بتكلم عليهم اللي هم اعدادي وثانوي دول، انت بتستحقرهم اصلا. فانت احمد ربنا ان انت الناس بتحترمك، ما بتبصلكش بنظرة الاستحقار دي. تمام، حافظ على نفسك وحافظ على اخلاقك وما تكونش من الناس دي. تمام، طيب نخش في موضوع المحاضرة يا سيدي. بص يا سيدي، الانتستين انا عندي منها جزئين، سمول ولارج انتستين. انت خدت من السمول انتستين جزء الديودينم، تمام؟ طيب لسه لك فيه جزئين، واحد اسمه جيجنم والتاني اسمه اليوم، ودول بساط خالص ان شاء الله. الجزء الاكبر بقى هيبقى فين؟ في اللارج انتستين، من اسمها لارج هي هتاخد الجزء الاكبر. طيب اللارج انتستين دي بقى يا سيدي اجزائها ايه؟ عند حاجه اسمها السيكم، وطبعا الزائده الدوديه اللي معاه اللي هي الفيرميفورم ابندكس، اسندنج كولون، وبعد كده نخش على الترانزفيرز والديسندنج كولون وسيجمويد كولون، كل دول اربعه كولون، ثم ريكتم والى الكنال في الاخر، تمام؟ طيب بص يا سيدي، في الاول كده هوضح شويه حاجات هي مش في يعني مش في موضوع المحاضره، بس هتفيدني في الشرح وهتسهل عليك الفهم. تمام، بص يا سيدي، الصوره اللي على الشمال دي ايه؟ احنا بص بنقسم الابدومين في الكلينيكال اكزامينيشن، لما تيجي تعمل فحص في الفحص السريري للعيان اللي قدامك بتقسمها لتسع اماكن. مش هتقول والله دي في بطنه، عنده وجع في بطنه، طب فين في بطنه؟ ما هنا ولا هنا ولا هنا. ثواني بس نجيب الليزر كويس، يعني هنا ولا هنا ولا فين بالظبط في بطنه؟ فقسمناها لتسع اماكن. جينا عند الميد لاين هنا، مره يمين ومره شمال، نزلنا بفيرتيكال لاين كده، تمام؟ وجينا هنا منطقه الامبلايكس، هنا الامبلايكس موجود، فخط فوق وخط تحته، عملنا رسمه زي الاكس او كده، تمام؟ طيب عندي يا سيدي منطقه الهايبوكوندريوم منها رايت وليفت، دي منطقه اللامبر ريجن فعندي رايت وليفت لامبر، منطقه الاليك فوسا هنا فعندي رايت وليفت اليك، يبقى انا عندي هايبوكوندريوم ولمبر والياك. طيب عندي منطقه الابيجاستريك والهايبوجاستريك، وفي النص منطقه الامبلايكال ريجن، دي كانت اول حاجه حابب اتكلم عنها. طيب تاني حاجه البروتينيوم، ايه هو البروتينيوم ده او اتكون ازاي؟ في البدايه خالص في بدايه الامبريولوجي كان الابدومينال كافيتي ده فاضي، هواء كده او فراغ كده موجود في النص، بس متبطن بغشاء اسمه البروتينيوم. طيب الاورجنز اللي انت شايفها قدامك دي عشان توصل للي هي فيه ده دلوقتي عملت ايه؟ هي بادئه من الظهر من هنا،
فعشان تنزل البحر وتعوم جوه هنا لازم تجازف، فهتتربط بحبل، تقوم واخده حته من الستاره بتاعت البروتينيوم وتقوم نازله جوه. فالحته اللي هي خدتها دي نسميها الميزنتري. يبقى ايه هو الميزنتري؟ ده جزء من الستاره بتاعت البروتينيوم هيحاوط الجزء الاورجان ده اللي هو نزل جوه الكافيتي، ما عشان ما يبقاش عايم كده ويتوه جوه، لا هيتربط بحبل في الستاره اللي هي الكبيره اللي هي البروتينيوم. تمام؟ يعني سمول انتستين تقوم واخده حبل ونازله، لارج انتستين تاخد حبل ونازله. يبقى الجزء اللي هياخد حبل ده هيبقى بيتحرك براحته، ما هو الحبل رايح جاي معاه، هيتحرك براحته، يبقى فريلي موبايل. لكن مثلا اورجان زي البنكرياس اللي موجود قدامي ده، ده بص قام البروتينيوم واخده وواخده في حضنه، لازقه في ظهر العيان اللي قدامي ده. فخلاص مش هيتحرك، هيتحرك ازاي؟ ما هو ملزوق في الظهر، ده مكبوس مش هيتحرك. يبقى الريترو بروتينيال اورجانز دي ما بتتحركش، لكن اللي متوصله بميزنتري وعايمه جوه كده لا دي بتتحرك براحتها. تمام؟ طيب. الحاجه اللي بعد كده هي بلاد سبلاي. طبعا انت عندك توتوريال كامل عن البلاد سبلاي ده، بس انا هقول لمحه عنه بسيطه كده عشان تفيدني في الشرح وتسهل عليك الفهم. بص يا سيدي، ده عند الاورت هيديني تو ارتريز، واحد فوق اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو الاخضر ده. السوبيريور ميزنتريك ارتري ده يا سيدي له ثلاثه برانش. اول برانش يا سيدي هيديهولي اسمه ميدل كوليك ارتري، يتقسم لرايت وليفت. ده يغذي ايه؟ ده مفروض ان هو يغذي اول تلتين من الترانزفيرز كله. ما هو انا عندي ده اسندنج وده ترانزفيرز وده ديسندنج كله. تمام؟ الميدل كوليك ده هيغذي اللي هو الرايت تو ثيرد من الترانزفيرز كله. طيب تاني برانش معايا من السوبيريور ميزنتريك ارتري هو الرايت كوليك ارتري، يتقسم لاسندنج وديسندنج. تمام؟ طيب تالت برانش والاخير معايا اسمه اليو سيكال. جه منين الاسم ده؟ والله يا سيدي انا عندي هنا الجيجنم، منطقه الجيجنم هنشوفها دلوقتي، وبعد كده الاليوم. طيب هنا اليوم وهنا سيكم، جزء من اللارج انتستين. فالارتري اللي جاي لهم نسميه اليو سيكال، اليو سيكال. طيب الاليو سيكال ده يا سيدي يتقسم لخمس برانشات او سته تقريبا. طيب الخمس برانشات دول ايه؟ بص يا سيدي هو مش اسمه اليو سيكال، يبقى يديني اليال برانشز، يبقى ادي اليال برانش اول واحد. تاني حاجه سيكل، يبقى السيكم يروح له برانشين، انتيريور واحد من ورا بوستيريور، بوستيريور وانتيريور سيكل برانش، يبقى اديت اول واحد اليال وانتيريور بوستيريور سيكل. هو مش السيكم ده ماسك فيه الابندكس، هتشوفها هنا كمان شويه الابندكس الزايده الدوديه اللي موجوده هنا، خلاص اديها ارتري هي كمان، يبقى يديني ابندكولار برانش. يبقى لغايه دلوقتي اديتي اليال وبوستيريور وانتيريور سيكل وابندكولار. طيب جزء الكولون الغلبان ده ما نديلوش حاجه؟ لا اديله يا سيدي، ادي كولون يا سيدي الاسندنج كولون. تمام؟ يبقى كده خمس برانشات. اخر برانش معايا بقى يا سيدي اسمه انستموتيك برانش. ده مش هيفيدني قوي، هيفيدك في التوتوريال ان شاء الله. انستموتيك برانش يعني ايه؟ يعني شايف السوبر ميزنتريك ارتري ده، يقوم يرجع له تاني ارتري، ارتري يرجع لارتري. ايوه يا سيدي، عشان لو جزء اتقفل، يعني مثلا لو حصل قفل هنا يحصل الانستموسس ده يعوض الدنيا. تمام؟ ده بالنسبه للسوبر ميزنتريك ارتري. دي ابسط حاجه في التفاصيل، هتاخده بالتفصيل ان شاء الله في التوتوريال، بس انا حبيت اوضحه هنا عشان يفيدني في الشرح. طيب بعد ما الاورتا خدت من السوبيريو ميزنتريك يديني انفيريو ميزنتريك، هو ايه اللي باقي من اللارج انتستين؟ والله جيد عندي التلت الشمال من الترانسفيرز كولون والديسندنج والسيجمويد كولون. يبقى مين اللي اتكفل بيهم؟ الانفيريو ميزنتريك ارتري. تمام؟ دي كانت نقط حابب اوضح عنها في الاول، وبعد كده نبدا في المحاضره. خش يا سيدي. زي ما قلت لك اخر حاجه انت خدتها في السمول انتستين كانت عباره عن ديودينم. طيب الديودينم هتنتهي، هيبدا معايا الجيجنم اللي هو لونه البينك ده. طيب نهايه، يبقى في منطقه هيتلاقى فيها الديودينم والجيجنم، نقول عليها ايه؟ ديودينو جيجنال جانكشن. يبقى الديودينم هتنتهي في الديودينو جيجنال جانكشن اللي هيبتدي فيها الجيجنم. طيب السمول انتستين يا سيدي لو شلت منها الديودينم نسميها سمول بول، ده لفظ يفيده اكتر، بيحبه اكتر بتوع الجراحه، يعني سمول باول ما يقولكش سمول انتستين، لا يقولك سمول باول على طول. يبقى يقصد بيها ان هي ديجنم واليم، معهوش ديجنم. تمام؟ طيب هناخد الديجنم والاليم في صوره مقارنه كده هتسهل عليك الدنيا. بص يا سيدي، بالنسبه للديجنم مكانه فين؟ قال لي والله موجود في الامبلايكال ريجن. عرفت بقى انت دلوقتي يعني ايه امبلايكال ريجن؟ تمام؟ يعني فين؟ ادي يا سيدي في النص اهو، دي منطقه الامبلايكال، هو موجود فيها اهو، الديجنم موجود اهو، بس مش موجود فيها بس، لا ده تو ذا ليفت فروم ميد لاين. في الميد لاين اهو، هو بدا من عند منطقه الامبلايكا ريجن واخد مايل شويه ناحيه الشمال. طيب الاليوم اللي موجود في منطقتين،
منطقه الهايبوجاستيك ريجن اهي، والرايت الياك فوسه او الرايت الياك ريجن. يبقى انا معايا الهايبوجاستريك والرايت الياك. طب الريجن كان موجود فين؟ موجود في الامبلايكال تو ذا ليفت فروم ميد لاين. الطول اساسا طول السمول بول دي الجيجنم والاليم الاثنين على بعض حوالي من 5 6 متر، قول 5 متر. بيقول لك يا سيدي ان الجيجنم ده هو عباره عن اول مترين من السمول بول. طب نسبته تبقى ايه؟ يبقى 2 من 5 يبقى 2 فيفث 50. طيب بالمنطق يبقى الباقي من ال 5 متر كام؟ 3 متر. قال عليهم ان هم ديستال 3 فيفث، يبقى اول 50 هم الجيجنم، اخر 3 اخماس اللي هم 3 متر عباره عن الاليوم. طيب اليومين يا سيدي، اليومين من جوه مين اكبر؟ بص يا سيدي شايف الرسمه دي، دي ده الجيجنم وده الاليوم. هتلاحظ ان اليومين هنا اكبر من هنا، وخلي بالك الول برضو هنا ثيك عن هنا، يبقى هنا الول ثين واليومين من جوه نارو، هنا الول ثيك واليومين من جوه وايد. طب ليه؟ بص دي منطقه الجيجنم قبل الاليوم صح، يبقى هنا احنا بنتكلم هنا، هنا الجيجنم وهنا الاليوم، يبقى هنا الاكل كان لسه بخيره، فدي منطقة امتصاص. يبقى الجيجنم وظيفته الأساسية ابزوربشن، يبقى هنا الأكل لسه موجود بخير وعايز أعمل ابزوربشن، لكن الإليم خلاص بقى أنت الأكل عدى على الاستومك وديوجنم وجيجنم، فالبواقي قليلة، فاليوم مش هيكون بوسع الجيجنم لأن وظيفته في الابزوربشن أقل. تمام؟ طيب على الرغم إن أنت خدت حاجات كتير بيحصل لها امتصاص في الإليم، بس برضه الامتصاص الأكبر بيبقى في الجيجنم. تمام؟ عشان كده اليوم الأكبر. طيب نرجع نكمل، يبقى عرفت ليه اليومين اكبر؟ تمام، عشان وظيفه الابزوربشن، لكن الاليوم مش ابزوربشن قوي. طيب الول، الول هنا ثيك زي ما وريتك، بس ليه ثيك بقى؟ عشان في حاجه اسمها بلايكا سيركولارز. ايه بلايكا سيركولارز دي يا سيدي؟ بص شايف التعريج او الميوكوزا اللي جوه دي، دي اسمها بلايكا سيركولارز، موجوده بصوره اكبر طالعه ونازله طالعه ونازله، عملت لي ثيك وول فين؟ في الجيجنم، لكن في الاليوم بسيطه خالص اهي ثين وول. طب ليه برضه هنا ثيك؟ نرجع ونقول عشان وظيفه الجيجنم هي ابزوربشن. بص جيجنم جاينت كده واخد ثيك وول ووايد اليومين، ده كبير اكبر من الاليوم، الاليوم حته صغيره كده. يبقى البلايكا سيركولاريس موجوده اكبر فين؟ موجوده بصوره اكتر في الجيجنم، اكتر منها اكتر من الاليوم. تمام؟ طيب ودي عملت لي ثيك وول في الجيجنم عن الاليوم. طيب الكالر يا سيدي، لون الجيجنم والاليوم. بص برضو ارجع اقول لك ايه، ان الجيجنم مسؤول عن الابزوربشن اكتر من الاليوم. طيب انا دي منطقه ابزوربشن اكتر، اودي مين يعني ايه الجزء اللي ياخد بلاد سبلاي اكتر؟ اكيد اللي فيه ابزوربشن اكتر اللي هو الجيجنم. يبقى الجيجنم رايح له دم اكتر، يبقى اللون الاحمر اللي فيه هيكون اتقل من لون الاليوم. لون الاليوم تلاقيه باهت كده مش زي الجيجنم تلاقيه احمر فاقع لان فيه دم كتير، يبقى الدم اللي موجود في الجيجنم ده اداله اللون الاحمر، ولكن الاليوم لا باهت. طيب بما ان الجيجنم هو اللي سبق الاليوم في حته الابزوربشن فاخد بلايكا سيركولاريز، يبقى الاليوم ياخد حاجه ثانيه، ربنا يعوضه بحاجه اسمها بايرز باتشز، دي لينفوي تيشوز طبعا وظيفتها اميونيتي، يبقى موجوده في الاليوم، يبقى وظيفته ابزوربشن اللي هو جيجنم ياخد بلايكا سيركولاريز، واللي وظيفته اميونيتي اللي هو الاليوم ياخد بايرز باتشز. تمام؟ يبقى المقارنه تاني، انا كان عندي السايت الجيجنم موجود فين؟ موجود في منطقه الامبلايكال ريجن تو ذا ليفت فروم ميد لاين، ولكن الاليوم موجود في منطقه الهايبوجاستريك ريجن والرايت الياك ريجن. طيب طوله قال لي ده اول 50 اللي هو 2 متر، وده الثلاث اخماس الاخرى اللي هم 3 متر. طيب اليومين، اليومين بتاع الجيجنم اكبر هو جاينت. تمام؟ ليه؟ عشان مسؤول عن الابزوربشن، وبالتالي ده نارو لانه مش مسؤول عن ابزوربشن قوي. طيب من حيث الول، والله في حاجه اسمها بلايكا سيركولاريز اللي هي الميكوزا اللي جوه زي ما شفتها في الصوره هنا، فين موجوده بصوره، موجوده بصوره مكثفه فين؟ في الجيجنم، عملت لي ثيك وول في الجيجنم عن الاليوم برضه عشان الابزوربشن. طيب واحد خد بلايكا سيركولاريز، اخوه ياخد البايرز باتشز بقى، مش ما تاخدش الاثنين لوحدك، يبقى اللي مسؤول عن الاميونيتي هو الاليوم بياخد البايرز باتشز. تمام؟ طيب والكلر قلت لك ان هو مسؤول عن الابزوربشن فياخد دم اكتر فيبقى لونه احمر اكتر والتاني بيل. تمام؟ طيب يا سيدي بيقول لي يا سيدي ان الاليوم بقى خلاص انا بدات في السمول انتستين من عند الديودينم، بدات دخلت في جيجنم ثم اليوم، امتى اقول ان انا دخلت خلاص لارج انتستين؟ عند حاجه اسمها اليو سيكال فالف، اليو نتيجه للاليوم وسيكو سيكا لغايه للسيكا. تمام؟ طيب خلي بالك هو فالف مش اوبننج. ليه؟ بص يا سيدي منطقه السمول انتستين الاكل كان لسه ليها لسه بخيره والاكل صحي،
منطقه اللارج انتستين دي بص منطقه العفنه كلها، بكتيريا وستول وقرف وبلاوي زرقاء، تمام؟ طيب تخيل ان انا عندي في ستول موجود هنا وفي بكتيريا، ودي كانت فاتحه يمين وشمال في الاتجاهين، يبقى البكتيريا تقوم راجعه كده على السمول انتستين، ودي منطقه ابزوربشن اساسا، يقوم الدم يمتصها على طول، دخلت في توكسيميا. يبقى الفالف ده مهم ليه؟ بيمنع منطقه التعفن دي عن المنطقه الصحيه دي، تمام؟ اسمه ايه؟ اسمه اليوثيكال فالف، دي منطقه نهايه السمول انتستين، وبدانا في لارج انتستين. معلومه ما تسواش 3 جنيه، بيقول لي ان اخر جزء من الاليوم اخر 30 سم اسمهم تيرمينال اليوم. يا راجل طب ما هم كده كده اخر جزء سميته تيرمينال اليوم، يعني ليه جزء مخصوص؟ ماشي يا سيدي، معلومه ببلاش. ادي الصوره يا سيدي، بص يا سيدي هنا هنحتاج نفتح كاميرا بقى. بص في حاجه اسمها الميزنتري، عرفت ليه انا شرحت لك في الاول البروتينيوم؟ عشان الحته دي، عشان الميزنتري. بص ايه الميزنتري ده؟ قلت لك عشان الاورجن ينزل جوه التجويف اللي هو الابدومينال كافيتي ويبقى متحرك كده، لازم ياخد حاجه اسمها ميزنتري، ياخد حته من الستاره وينزل جوه. هنتخيل ان دي الانتستين، ودي الستاره اللي هياخدها منين؟ ياخدها من البروتينيوم اللي هو موجود في الظهر. يبقى هنا بص عملنا ايه؟ حطينا السمول انتستين جوه الحبل ده وربطناها بيه. ادي سيدي السمول انتستين بتبقى متدلدله كده، الجزء البوردر ده اللي هو انا ماسكه بايدي ده، ده بيبقى ممسوك في البرايت البروتينيوم اللي موجود في البوستيرو ابدومينال وول، ودي بتبقى عايمه جوه، عايمه جوه الابدومين. يبقى انا معايا كده ايه؟ اللي انا ماسكه الستاره دي اسمها الميزنتري اوف سمول انتستين، ودي السمول انتستين، وده البوردر اللي ناحيتها. البوردر الثاني اللي هو ماسك في البرايت البروتينيوم في البوستير ابدومينال وول، تمام؟ طيب نرجع يا سيدي نقول لك الميزنتري. طيب نسيت اقول لك حاجه، الميزنتري ده يا سيدي بيقول لي ان هو شكله فان شيبد، فان مش اللي هو شكل المروحه اللي في السقف دي، لا. فاكر انت الهوايه بتاعت زمان بتاعت الملكه والملوك بتوع زمان دول؟ هي زيها، بتبقى صغيره من ناحيه، بوردر يكون صغير وبوردر يكون كبير. طيب ليه بوردر صغير وبوردر كبير؟ بيقول لي اساسا ان الميزنتري ده طوله او الروت اوف ميزنتري اللي هو الجذع بتاعه طوله 15 سنتي. طيب وبعدين السمول انتستين كده فكري طولها كان قد ايه؟ كان 5 متر. فشوف انت عايز توصل ستاره بين 15 سنتي و5 متر، متخيل الفرق بين التو بوردرز؟ متخيل انت الفرق ما بينهم؟ فاخدت شكل فان شيب. وتاني حاجه من الانتستينال بوردر بتاعها واخده شكل الانثناءات بتاعت الانتستين، طالعه ونازله طالعه ونازله، فحرفيا بقت شكل الفان شيب. هو بيقول لك ايه؟ هي فان شيب فورمد اوف تو لايرز اوف بروتينيوم. ما هو هتحط دي جوه ازاي لو هي لاير واحده؟ لو هي لاير كده هتمسكها ازاي؟ لا لازم تكون لاير كده، هتمسكها ازاي؟ لا افتح التو لاير كده وحط لي الانتستين في النص كده، تمام؟ يبقى الانتستين محطوطه بين التو لاير، تمام؟ طيب الاتاتشمنت ماسكه ورا في ايه؟ قلت لك ماسكه في البرايتال بروتينيوم اوف بوستير ابدومينال وول اهو. بقول لك اتس كونتينوس برايتال بروتينيوم في البوستير ابدومينال وول. الكورس بيبدا فين؟ بص يا سيدي، فاكر السوبر ميزنتريك ارتري اللي كلمتك عنه في الاول اللي هو جاي ده؟ نفس الكورس بالظبط، هو الكورس اوف الروت اوف ميزنتري. يبقى بيبدا من عند بص دي ديدينوم ودي جيجينوم، يبقى الديودينو جيجينال جانكشن هو الجزء ده، يبدا مع السوبر ميزنتريك ارتري ويفضل ينزل 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 على طول 15 سم لغايه ما يوصل للاليوسيكال جانكشن، تمام؟ يبقى هو بدا عند جانكشن وانتهى عند جانكشن، او فالف مش هتفرق، ديودينو جيجينال جانكشن وانتهى عند اليوسيكال فالف او جانكشن مش هتفرق، تمام؟ طيب طوله قد ايه الروت؟ قلنا 15 سم. طيب وهو ماشي كده عدى على ايه يا سيدي؟ بص اساسا الروت ده مع او الميزنتري ده معمول لحاجتين من السمول انتستين، جيجينوم واليوم، ده الجزء الموبايل فيها، لكن الديودينوم دي لا ثابته في البوستير ابدومينال وول. لما قلت لك البروتينيوم كبس عليها وزنقها فين؟ في ظهر البوستير ابدومينال وول، فبالتالي هي ما بتتحركش. الجزء اللي بيتحرك هو الديودينوم والجيجينوم. طيب ايه الاجزاء اللي عدى عليها؟ بص يا سيدي، عدى على الثيرد والفورث بارت اوف ديودينوم، تمام؟ كان عندي هنا اورطه، الاورطه هو الانفيريور فينا كافا، اما عدى عليهم. طيب وكان في هنا الكدني منزله يوريتر، عدى على الرايت يوريتر. وكان في هنا مصل جاي من الفيرتبرال كولم ونازله تمسك في منطقه في الاليوم تقريبا او الاسكا مش فاكر، اللي هي كان اسمها سواس ميجور، يقوم عدى عليها. يبقى عدى على اربع حاجات، عدى على الثيرد والفورث بارت اوف ديدرام والاورتا والانفيريور فينا كافا واليوريتر اللي كان نازل من هنا وعضله السواس ميجور. طيب
هو له كام بوردر؟ قلت لك له اتنين، جزء بوردر ناحيه الروت اللي هو كان طوله 15 سم، وبوردر ناحيه السمول انتستين اللي هو كان طولها 5 متر. عرفت بقى هو ليه فان شيب؟ تمام؟ طيب خش بقى على الجزء اللي بعده. ادي يا سيدي بص واخد شكل المروحه ازاي؟ فان شيبد، مش المروحه اللي هي في السقف، لا المروحه اللي هي بتاعت الهوايه بتاعت زمان. تمام؟ وادي الاستراكشرز اللي بيعمل لها كروسنج. هو بص تخيل معايا كده، هو لا بص تخيل معايا ان الروت اوف ميزنتري جاي كده. بص يا سيدي، اما عدى يا سيدي على السكند والثيرد والفيرست بارت اوف ديودرم، وادي الاورطه اهو والانفيريو فينا كافا اهو واليوريتر جوه اهو. تمام؟ وادي السوس ميجر تحت اليوريتر، يبقى عدى على الاربعه دول. تمام؟ طيب ايه الكونتنت بقى اللي موجوده في الميزنتري ده؟ هو الميزنتري ده كان اصلا معمول ليه؟ عشان الاورجن مش هينفع يترمي جوه في الكافيتي لوحده من غير لا بلاد سبلاي ولا نيرف سبلاي ولا لمفاتيك درينج. فخلاص يا سيدي ادي الميزنتري اهو، خد الاورجن ونزل، حط لي فيه بلاد سبلاي ادي مثلا اهو، حط لي فيه فينوس درينج مثلا، اتخلي ده شويه نيرفات، ادي القلم اهو معلش بس امكانيات بسيطه شويه. ادي يا سيدي، يبقى الميزنتري اهو ماسك ايه فيه؟ اكيد ماسك الجزء اللي رايح له هو الجيجنوم والاليا، وبلاد سبلاي ليهم اللي هو بلاد سبلاي وفينوس درينج وشويه نيرفات، وفي النص بقى نحط شويه فات كده، نحطهم في النص، ما علينا واحد، نحط شويه فات في النص. يبقى هو ماسك السمول انتستين، بلاد سبلاي، فينوس درينج، ونيرف سبلاي، وفي النص حطينا شويه فات. تمام؟ بص يا سيدي، يبقى هو ماسك الجيجن، انت ثواني نجيب الليزر تاني، هو الجيجنم والاليا الجزء اللي هو رايح له، السوبيريو ميزنتريك ارتري هو او السوبيريو ميزنتريك فيزل. ما هو كده كده اصلا الارتري اللي جوه، انت ما شفتش الروت كان ماشي مع اتجاه الارتري، فاكيد حاضر الارتري معاه، يبقى جاب السوبر ميزنتريك ارتري او فيزل. طيب السوبر ميزنتريك ارتري ده كان بيدي برانشات للجيجنم والاليام، بيحطهم معاه في السكه، جيجنال واليا برانشز اوف سوبر ميزنتريك ارتري، ما احنا عايزين نوديه بلاد سبلاي. طيب برانشات من السوبر ميزنتريك بلكسس دي النيرفات، انا قلت لك هنحط الاورجن وبلاد سبلاي وفينوس درينج ونيرفات وفات، فين النيرفات؟ اهي السوبر ميزنتريك بلكسس. طيب ايه الليمفاتيك درينج؟ عن طريق حاجه اسمها لاكتيلز. لاكتيلز دي هو الليمفويد تيشو موجود جوه الميزنتري اوف سمول انتستين. يبقى تاني كده، الميزنتري ده كان عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن فان شيبد، وهو تو لايرز اوف بروتينيوم، نزل من البروتينيوم اللي كان موجود في البوستيرير ابدومينال وول، وقام محوط السمول انتستين ونزل جوه الابدومينال كافيتي. طيب الميزنتري ده له كام بوردر؟ له اتنين، جزء ناحيه الروت اللي هو الاصغر ده كان 15 سنتي، والجزء الاكبر كان ناحيه الانتستين 5 متر. تمام؟ طيب كان بيعدي على ايه بقى الروت ده؟ كان واخد اتجاه السوبر ميزنتريك ارتري في الرسمه دي. اي يا سيدي، السوبر ميزنتريك ارتري كان بيمشي كده، هو بيمشي معاك. تمام؟ عدى على الثيرد والفورث بارت اوف ديودينام، عدى على الاورطه والانفيريو فينا كافا، وورا اليوريتر اهو نايم على السواس ميجور. عايز بقى تحط جونادا الفيزل الجينيتو فيمورال، تحط الحاجات دي ماشي. تمام؟ طيب بعد كده اتكلمنا عن الكونتنت، قلنا يا سيدي ادي الاورجن اهو، نوضحها تاني بس، ادي الاورجن اللي هو الانتستين اللي هو الازاز اللي جوه دي. تمام؟ وادي الميزنتري، وده الروت بتاعه، قمنا حاطين فيه شويه، ادي يا سيدي شويه فين، وادي تحط ارتري وتحط نيرفات، وفي جوه حاطين شويه فات جوه. تمام؟ يبقى هتحط ايه في الجيجنال والاليام؟ طيب والجيجنال والاليا برانشز اللي هي الارتري اللي هيحاره، والسوبر ميزنتريك ارتري اللي هو اساسا كان ماشي مع الروت بتاعه، وايه هي النيرفات اللي انت هتحطها فيه؟ اللي هي السوبيري ميزنتريك بلكسس، والليمفويد تيشو اللي هي لاكتيلز، وتحط بقى شويه فات في النص. تمام؟ طيب بص يا سيدي، تعالى بقى نتكلم على البلاد سبلاي اوف سمول انتستين او جيجنم ويلي. بص يا سيدي، انا قلت لك ان الدم اللي رايح للجيجنم اكتر من الاليم، هنا يحصل اختلاف. ليه؟ هنقول لك ان عدد البرانشات اللي طالعين من السوبيري ميزنتريك ارتري للجيجنم او الاليم، هقول نبدا بالجيجنم، من 5 ل 10. يعني جم في الصوره دي مثلا، جم في الصوره دول عدوهم، ادي السوبر ميزنتريك ارتري والله راح الجيجنم كام؟ 1 2 3 4 5 ل 10. تمام؟ طيب جم في الاليم لقوا الدنيا هنا ملعبكه كتير، قالوا ان هم كتير، كتير كام؟ ما نعرفش، لكن دول من 5 ل 10 دول كتير. تعالى يا سيدي
اهو عدد البرانشات عدد البرانشات كام؟ من 5 ل 10. طيب ودول قال ان هما نيومرس. طب يا سيدي ازاي الخمسه ل 10 دول يودوا دم اكتر؟ لان الكاليبر او الدايمتر بتاعهم اكبر. يعني مثلا قال يا سيدي يعني ده معايا ارتري كده تمام، ودي ارتري كده، اكيد الدم اللي هيتنقل هنا اكتر من هنا. انا معايا من دول خمسه بس، بس اكتر مليون مره من اللي هينقلهم 20 واحد زي دول. فهمت قصدي؟ طيب يبقى بيقول لك ان عدد البرانشات اللي طالعه للجيجنم من 5 ل 10، ولكن الاليوم والله ما نعرفش عددهم بس هم اكتر من الجيجنم. تمام؟ طيب بيطلعوا منين؟ قال لي فروم ذا ليفت سايد اوف ذا ابر بورشن اوف ذا سوبيريو ميزنتريك ارتري. يعني ادي سيدي السوبيريو ميزنتريك ارتري اهو بيطلعوا من ابر بارت منه، ما هو بيطلعوا من اوله يعني. تمام. وبعدين يا سيدي قال لي دي ار ديستريبيوتد تو ذا جيجنم. ماشي، بتروح الجيجنم. The branches from the single بتكون ايه؟ بتكون حاجه اسمها single tier وتعمل لك حاجه اسمها anastomotic arches او الارشز. بتروح فين ده يعني؟ نوضحها ازاي؟ بص يا سيدي، اي سيدي السوبيريو ميزنتريك، تعال نجيب الليزر، ادي السوبيريو ميزنتريك ارتري اهو تمام، رايح للجيجنم، قلنا هيديني من 5 ل 10، ادي قدامي يا سيدي بالعدد اهو 5. بتكون لي حاجه يا سيدي، بص شايف الحلقات دي؟ كونت لي صف واحد منه تمام، ادي صف واحد اهو، عشان تكون لي في الاخر انستوماتيك ارش واحد بس. يبقى انستوماتيك ارش كبير تمام، يبقى كونت كام صف؟ واحد او اتنين بالكتير. وبعد كده يديني فازا ريكتا تروح للجيجنوم. طب هنا بص كوننا اكتر من واحده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، كوننا بتاع خمسه يا سيدي، خمس حلقات فوق بعض، خمس صفوف بينتهوا طبعا بانستوماتيك ارش. طب انت مش فاهم ليه كده، ليه الحوار ده حصل؟ بص يا سيدي عشان تقارن بين الاثنين، انا عايز اعمل هنا انستموزس، تخيل دي اتسدت، يحصل هنا نكروزس وخلاص الحته دي ماتت، هتبهدل، هتعمل ايه يا سيدي؟ تعمل انفلاميشن في البروتينيه تمام، يحصل في حرقان جوه وخلاص الدنيا باظت. طب ليه؟ سبحان الله، ربنا يعوضك بحته ثانيه، مش حته واحده، ده واحد واثنين وثلاثه وكتير، عشان تعمل انستموزس وتعوض الحته اللي ماتت زيها زي اي انستموزس. طيب بالعقل كده اليوم هنا اكبر، فرصة فين ان هو يتسد اكتر؟ اكيد هنا ان هو يتسد فرصته اكتر، يحصل فيها بلاد كلوت او اي فورم بادي يقف فيها. وعشان فرصة ان البلاد الارتري هنا يتسد اكتر، الانستموزس هنا كان اكتر. عرفت ليه الحلقات دي كانت اكتر من هنا؟ يعني هنا كانت اكتر ليه؟ لان هنا ممكن يتسد، يعني نسبة ان هو يتسد ويحصل نكروزس اكبر من هنا، وبالتالي الانستموزس هنا اعلى من هنا. نرجع تاني يا سيدي، هو بيقول لي ايه يا سيدي؟ البرانشات بتكون سنجل تاير اللي هي حلقه واحده، شفتها؟ طيب وبعد كده بتكون لي انستوماتيك ارش او ارك بيفور جيفنج الفازاريت. تمام، تعال بقى في الاليال برانشز، قلنا عددهم كتير. طيب وبعد كده قال لي يا سيدي اللي هي سمولر ان كاليبر، الكاليبر دي يعني دايمتر، يبقى القطر بتاعها او اليومن جوه اصغر من بتاعه الجيجنم. تمام، قال لي يا سيدي ان هي بتيجي منين؟ قال لي بتيجي فروم ذا ليفت سايد اوف ذا سوبيري ميزنتري. ما هو السوبيري ميزنتري ارتري كده وهم على شماله، يطلعوا من شماله. طيب البرانشات بتكون بقى قال لك كام؟ من 3 ل 4، من 3 ل 4 حلقات، وبعد كده يكونوا لي اي سي دي، يكونوا الارش اللي هو الكبير ده. تمام، طيب وبعد كده الارش يطلع منه الفازا ريكتا اللي رايحه للاليا. تمام، بيقول لك ان التيرمين اليا ميسيد ريسيف كونتريبيوشن فروم ذا اليا برانش اوف اليوسيكال ارتري. فاكر يا سيدي لما قلت لك فين يا سيدي؟ نرجع الاول، فاكر يا سيدي ان اليوسيكال ارتري ده كان بيديني برشات كتير منهم خمسه وواحد انستوماتيك؟ كان عندي اليال وسيكال، الاليال ده يا سيدي بيروح للترمن اليال يا سيدي بياخد منه بس. معلومه ما بتسواش حاجه والله، اللي هو حكايه الترمن اليال والبلاد سبلاي بتاعه ده. تمام؟ كده نكون خلصنا السمول انتستين الجزء اللي فيها، نراجعه تاني. بص يا سيدي احنا اتكلمنا في السمول انتستين عن ايه؟ عن جيجنم واليوم، اتكلمنا عن مكان كل واحد، ده موجود في منطقه الامبليكال ريجون وده موجود في منطقه الهايبوجاستريك والرايت اليك. تمام؟ من حيث الطول مين اكبر؟ الاليوم 3 متر وده 2 متر. طيب اليومين مين اكبر؟ جيجنم هو جاينت، فياخد اليوم الاكبر والولثك. ليه الولثك؟ عشان البلايكا سيركولاريز موجوده فيه بسرعه اعلى، عشان هو مسؤول عن الابزوربشن، ولكن الاليوم مناعته اعلى شويه فياخد البايرز باتشز، ده الدم اللي رايح له اكتر فلونه احمر اكتر من ده لونه بيل شويه. تمام؟ طيب ويا سيدي الاليوم بتعرف فين السمول انتستين انتهت؟ عند اليوسيكال فالف. تمام، وادي البلايكا سيركولاريز اللي موجوده هنا اعلى من هنا،
وادي الميزنتري اللي وضحناه، قلنا ان هو فان شيبد تمام، تو لايرز اوف بروتينيوم حوطوا الانتستين وترموا جوه الابدومينال كافيتي، ماسكه ورا في البرايتال بروتينيوم في البوستيريور ابدومينال وول، الكورس ماشي مع السوبيرو ميزنتريك ارتري. ادي ده تخيل ان ده الروت على طول. طيب عدت على ايه بقى وهي ماشيه؟ عدت على اربع حاجات، منهم يا سيدي الثيرد والفورث بارت اوف دودينام، الاورتا اللي ورا ده والفيرو فينا كافا، وهنا كان فيوريتر نايم على السوس ميجور تمام. بعد كده يا سيدي قلت لك ان هو له تو بوردرز، واحد طوله 15 والتاني ماشي مع الانتستين، يبقى 5 متر تمام. ادي يا سيدي شكل الفان شيبد، وادي الحاجات اللي عداها. وبعد كده الكونتنت اكيد هيحتوي على الجيجنم والاليا اللي هو نزل لهم اساسا، السوبيريو ميزنتريك ارتري اللي مشي مع الروت بتاعه، والجيجنم والاليا برانشز طبعا لازم يحتوي على نرفات والليمفاتكس اللي هي اسمها لاكتيلز تمام. اتكلمنا على الفرق بين البلاد سبلاي، ادي دول من 5 ل 10 لكن دول كتير. اليومن بتاع الجيجنال برانشز اعلى اكبر قصدي تمام. الاثنين بيطلع من على الليفت سايد، بس الجيجنال بتطلع من الابر بارت، لان طبعا الجيجنال قبل الاليوم فالبرانش تطلع الاول. عرفت ايه حكايه الانستموزس اللي هيحصل، اللي هي حاجه اسمها سنجل تاير ولا كم تاير اللي هتكون؟ طبعا الارتريز هنا اضيق، يعني اللي بتاعت الاليوم اضيق من الجيجنم، وبالتالي فرصه ان هي تتسد هنا اعلى، وبالتالي الانستموزس هنا كان لازم يكون اكتر تمام. يبقى بتكون كام تاير؟ من 3 ل 4، وبعد كده تديني الارتري اللي رايح للاليوم. طيب بص يا سيدي عشان اريحك، اي حاجه هتاخد بلاد سبلاي من السوبيرو ميزنتريك ارتري يبقى تسكمها كده. السوبيرو ميزنتريك ارتري يبقى هتعمل لي فينس درينج عن طريق السوبيرو ميزنتريك فين، والنيرف سبلاي هتقسمه سمباثيك وبارا سمباثيك. سمباثيك يبقى السوبيريو ميزنتريك بلكسس، بارا سمباثيك لا ده فيجاس. يبقى تاني انا معايا سوبيريو ميزنتريك ارتري يبقى على طول سوبيريو ميزنتريك في. هتكلم على نيرفات يبقى لو انت هتكلم على بارا سمباثيك يبقى سوبيريو ميزنتريك سوبيريو ميزنتريك بلكسس تمام. طيب تعال نتكلم على الليمفاتكس، برضه السوبيريو ميزنتريك نود. يبقى بص يا سيدي احنا كان عندنا حاجه اسمها لاكتيلز في الميزنتري صح؟ طيب قال لك سيدي بتودي للميزنتريك ليمف نود، بتنتهي فين في الاخر يا سيدي؟ في السوبيريو ميزنتريك ليمف نود تمام. كده السمول انتستين تكون خلصت، هوقف بس نلحق صلاه الفجر ونرجع نكمل تاني. نخش يا سيدي على اللارج انتستين. اللارج انتستين يا سيدي بدايتها فين؟ قال لي والله عند نهايه السمول انتست ماشي. طيب اللي هي فين يعني؟ عند الاليوسيكا جانكشن او الفالف. بتمشي بطول متر ونص، يعني شايف السمول انتستين اللي هي ملعبيكه دي كلها دي 5 متر ولا 6 متر، لكن الهليله اللي مرسومه دي كلها ده متر ونص بس، يعني مش حاجه اصلا. طيب وظيفتها ايه بقى؟ يعني دي وظيفتها، لكن دي كانت ابزوربشن. طب دي وظيفتها ايه؟ قال لي والله بص يا سيدي هنا الدم امتص من هنا شويه عناصر غذائيه بقى مهمه وزي الفل، حديد بقى وبروتينات وفيتامينات وكل حاجه. يجي هنا بقى يا سيدي ستول، طبعا بيبقى فيه ميوكس وبيبقى فيه ووتر وبيبقى فيه حاجات كتير. قوام الستول ليه قوام معين كده تمام، فلازم يحصل ابزوربشن للميه اللي فيه، الميه اللي موجوده في الستول دي لازم تمتص عشان ينزل، عشان يكون بالقوام النورمال. طيب الميه والالكترولايت دي تمتص فين؟ تمتص في منطقه العفانه ومنطقه البكتيريا اللي هي اللارج انتستين. طيب امتصينا الميه والستول اتكون، طيب تفضل بقى تخزن الستول. قال لك يا سيدي ستورج اوف ذا اللي هو انديجستد ماتيريال اللي هو الحاجات اللي ما اتهضمتش انتل ات كان بي اكسبلد فروم ذا بودي از فيسز اللي هو الستول، يعني خزن لغايه ما ربنا يفرجها. يبقى دي وظيفه اللارج انتستين. طيب اجزاءه بقى يا سيدي، قال لي اول جزء يا سيدي هو السيكم الجزء الاخضر ده. طيب السيكم ده لازق فيه دوده اسمها الزائده الدوديه او الفيرمي فورم ابندكس، الزائده اللي الكل بيروح يشيلها. طيب السيكند يا سيدي ده موجود فين؟ قال لي ده موجود في الرايت الياك ريجن. طيب يطلع على منطقه الرايت لمبر يكون لي الاسندنج كولون، يفضل طالع 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 لغايه ما يوصل منطقه الرايت هايبوكوندريوم. هنا في ليفر يقوم يقول له ارجع واحود يا سيدي، يقوم الليفر ده يا سيدي ضغط عليه يكون لي هنا يخليه يجبره ان هو يكون حوده او بنسميها فليكشر اللي هي رايت كوليك او هيباتيك ريليتد للليفر. بعد ما يكون لي الرايت كوليك فليكشر يمشي ناحيه الشمال بالترانزفيرز كولون، ماشي بالعرض الترانزفيرز كولون، يفضل ماشي 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 ناحيه الشمال ويطلع فوق شويه، يبقى مستوى هنا اعلى من هنا. ليه؟ لان الليفر هنا حجمه كبير، ضغط على الفليكشر اللي هنا نزله لتحت، لكن هنا مفيش ليفر
ده فيه ناس بلين صغير يا عيني ما يعملش حاجه، يقوم الكولوم متشطر عليه وطالع لفوق، بس برضه هينزل يعمل فليكشر وينزل. الفليكشر اللي هنا اللي اذا كان ده رايت يبقى ده ليفت، طب ده هيباتك يبقى ده ناحيه السبلين سميه سبلينك. طب عملنا الفليكشر، انزل تحت بالديسندنج كولون. طيب الديسندنج ده نازل اول ما يبدا يمشي بالعرض نسميه سيجمويد كولون. طيب قال لي ان السيجمويد كولون ده اول ما يوصل حاجه اسمها البلفيك ريم. ايه البلفيك ريم دي؟ شايف الحته دي اللي هو من الهيب بون دي، دي اسمها البلفيك ريم اللي هي حدود منطقه البلفس، نسميه ريكتم. يبقى السيجمويد كولون اول ما يوصل عند اس 3 اللي هو 1 2 3 يوصل هنا عند السكرم 3 كده ويقوم مكون لي الريكتم. تمام. طيب الريكتم ده بقى يمشي فيرتيكال وينزل تحت يكون لي الانال كانال. بيقول يا سيدي ان الريكتم والانال كانال دول بيمشوا، شايف ده ايه؟ ده الساكروكوكسجيال بون اللي هو الجزء الاخير من الفيرتبرال كولوم، بيبقى مقوس كده. قال والله ان الريكتم والانال كانال بياخدوا نفس التقوس ده، يعني هم ماشيين كده قدام الساكرو كوكسيجيال جوينت. تمام. طيب ادي اجزاء اللارج انتستين، هناخد كل جزء فيها على حده، بس قبل ما نبدا فيها نبدا ناخد ايه الفرق بين سمول ولارج انتستين كطول. هي باينه هي السمول، هي سمول بس اوعى ده نينجا 6 متر، لكن دي انت لارج على نفسك متر ونص. الدايمتر الكاليبر انت لارج خلاص، لا هنا انت هنا نحترمك انت فعلا لارج. اليومن هنا اكبر لان ده مليان بلاوي، فالبلاوي بتبقى كيس الزباله بتبقى اكبر شويه اللي هي كيس السودا دي. تمام. اما كيس الهدايا الصغننه دي لا، دي سمول دايمتر. تمام. ايه الاجزاء المتثبته؟ بص يا سيدي، وانا مش قلت لك ان الجزء اللي البروتينيوم هيقوم مثبته ورا كده وفعص ورا في الظهر في البوستير ابدومينال وول ده هيكون متثبت؟ تمام. يبقى الاجزاء دي هي هتكون متثبته، انما الجزء اللي هياخد الحبل وينزل ده هيكون فري. تمام. بالنسبة لسمول انتستين انت اكيد عارف ان الجزء الفري هو جيجنوم وإليم. ليه؟ الميزنتري في سمول انتستين اهو، يبقى الجيجنوم وإليم دول كانوا فري. طيب الديودينام قلت لك ده متثبت فيكسد، يبقى الفيكسد بارت من سمول انتستين هو ديودينام. طيب تيجي عند اللارج انتستين حاجة انت لسه مش عارفها. والله بص يا سيدي، السندنج وديسندنج دول مرزوعين في ظهر البوستيرو ابدومينال وول، يبقى دول فيكسد. ريكتم وانال كانال، يبقى اسندنج وديسندنج ريكتم وانال الكنال. وفي تمشي بسكيما كده بيقول لك ايه، والله هنبدا جزء فري جزء فيكسد، جزء فري جزء فيكسد. ازاي؟ السيكم ده اول حاجه فري، اللي بعده على طول فيكسد. تمام. الترانسفيرز ده خليه فري، اللي بعده فيكسد ديسندنج. ماشي صح، يبقى كده اسندنج وديسندنج. طيب الديسندنج ده كان فيكسد، يبقى السيجمويد فري، السيجمويد بعده الريكتم وانال الكنال، يبقى ده فيكسد، يبقى تمشيها بدي ودي اللي يريحك. تمام. طيب طيب بالتالي بقى يبقى ايه الاجزاء اللي مش متثبته؟ اللهم صل على النبي، السيكم. تمام. يبقى ده مع ميزنتري؟ لا سيبه شويه هنفهمها بعدين. تمام. الابندكس بس هي اللي بقى معاها ميزنتري، يبقى السيكم والابندكس دول فري، بس الابندكس بس هي اللي معاها ميزنتري، ودي هنوضحها في الشرح. طيب ده مع ميزنتري؟ مع ميزنتري. اللارج الترانسفيرز كولون ده مع ميزنتري. طيب السيجمويد كولون مع سيجمويد ميزو كولون، يبقى الاجزاء اللي متثبته معهاش ميزنتري والاجزاء الفري معاها ميزنتري ما عدا السيكم، حتى هو لونه اخضر كده متغير. تمام. طيب دي كانت اول كام فرق. طيب في فيتشرز كده موجوده في اللارج مش موجوده في السمول انتست. طيب تعال نبدا، سيبك من دي، تعال نبدا بدي، او ماشي يعني نبدا بدي. في حاجه اسمها تينيكولايد. ايه التينيكولايد يا سيدي؟ بص اكيد ان المتر ونص لارج انتستين دول مش موجودين بالطول بالطول الاساسي بتاعهم، يعني شايف هي حصل لها كام انحناء؟ اتنين او ثلاثة بس. تمام. لكن سمول انتستين عشان هي ست كبيره قعدنا نلولي وفيها نلولي وفيها لغايه ما تكشت، صح؟ طيب دي ما كشتش، نعمل ايه؟ في حاجه اسمها تينيا كولاي. عارف انت الاستك بتاع البنطلون في الاول كده، يعني عند الترز كده الحجر البنطلون بيكون واسع، طب عشان يضيقه يقوم مدكك في استك كده يقوم على طول مكرمش حجر البنطلون. نفس الحكايه دي كانت كبيره، قمنا شايف الخط الابيض ده الاستيك، قمنا مثبتينه فيها وقمنا شادين هوب قامت كشت، اسمها تينيا كولاي. عندي ثلاث اساتيك. تمام. بس الاساتيك دي مش دي مصل، قامت ماسكه من اولها لاخرها وشداها قامت طولها قصر، اسمها ايه؟ تينيا كولاي. عندي منها ثلاثه. قال لي ان هي لونجتودنال مصل فايبرز اوف لارج انتستين،
بتتكون هي في قد ايه في 3 باندز تمام. طيب الثلاثه دول بص الثلاثه دول يا سيدي هيجوا عند السيكم هنا ويقوموا ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه، شايف المنطقه اللي اتقابلوا فيها دي يطلع منها الابندكس. اهو بيقول لك ايه يا سيدي، ان الثلاثه باندز دول ستريت ات ذا بيس اوف ذا ابندكس، الثلاثه دول بيجوا عند فين؟ عند بيس اوف ذا ابندكس تمام. طيب موجوده فين دي بقى يا سيدي؟ موجوده في اللارج انتستن. طيب فين؟ في كلها ولا في بعض الاماكن؟ قال لي موجوده في كل اللارج انتستن ما عدا ثلاث اماكن، الابندكس وركتم وانا الكنال، ابندكس وركتم وانا الكنال تمام يا سيدي. يبقى دي الدنيا الثانيه كلها هو عباره عن الاستك بس هو مصل. طب استك شد اللارج انتستن عندي منها ثلاث خطوط، ادي خط واثنين مش باينين ورا تمام. طيب موجوده في كل الاماكن ولا حته وحته؟ قال لي حته وحته. الابندكس وركتم وانا الكنال ما فيهمش تنيا كولاي، حتى باين من الرسمه دي فاضيه ودي فيها خط ابيض ودي فاضيه، يبقى الاثنين دول اللي جنب بعض دول ما فيهمش تنيا كولاي، وقلنا ان التنيا كولاي بتتجمع عند البيز اوف ذا ابندكس هنا كده تمام. الحاجه اللي بعدها اسمها ساكيوليشن او هوستريشن. مش انت لما خيطت كده وهوب هوب مثلا بتيجي تبص على بنطلون البيجامه تلاقي الكمر بتاعه مكرمش، نفس الكرمشه اللي حصلت من الاستيك هتحصل هنا، تكون لي حاجه اسمها ساكيوليشن. هو بص يا سيدي هو عباره عن دايلاتيشن فولود باي كونستريكشن، دايلاتيشن فولود باي كونستريكشن وهكذا، تفضل بقى على سمول انتستين كلها على اللارج انتستين كلها. طيب اماكنها فين؟ والله موجوده في الاماكن اللي فيها الاستيك، يبقى موجوده في كل اللارج انتستين ما عدا الاماكن اللي هي ايه؟ ابندكس وركتم انا الكنال برضه. يبقى تاني هي اتعملت بايه الساكيوليشن دي؟ التجاعيد دي معموله بالاستيك، يبقى خلاص هي موجوده في الاماكن اللي الاستك موجود فيها، يبقى ابسنت فين؟ زي الاستك الابندكس والركتم قلنا الكنال. طيب نرجع للحاجه اللي احنا سيبناها اسمها الابنديسيز ايبيبلويكا. ايه الابنديسيز ايبيبلويكا دي؟ ده عباره عن شويه فاتس كده يعني باينه اهي تمام. طيب اماكنها فين الفاتس دي؟ قال لي والله موجوده في كل الاماكن زي السكيما زيها ما عدا الابندكس والركتم قلنا الكنال، بس هنا بقى هنزود السيكم. السيكم ده يا سيدي ماسك فيه الابندكس، نحط عليه ابندكسز ثانيه يبقى هو معاه زايده، نحط له زوايد ما هو معاه زايده كفايه، يبقى الابندكس والسيكم والركتم قلنا الكنال دول ما فيهمش ابندكسز ابيبلوكا، دول عباره عن شويه دهون متوزعين في الكولون. يبقى ممكن اقول لك ان الابندكس ابيبلوكا ده متوزع في كل ما هو كولون، موجود في الاسندنج والديسندنج ترانزفيرس وسيجمويد، لكن الركتم قلنا الكنال لا مفيش كولون، سيكم وابندكس مفيش كولون، يبقى خلاص موجوده في كل ما هو كولون تمام. طب ايه الثلاث زوايد اللي احنا هما دول بقى تجمعهم في ايه؟ كلمه سات اس اي تي اللي هو اختصار سات اللي هو قمر صناعي، اس الساكيوليشن اللي كانت موجوده في كلها في كل اللارج انتستين ما عدا ابندكس وركتم قلنا الكنال، ابندسيس ابيبلوكا هتزود السيكم، والتي اللي هو اللهم صل على النبي كانت ايه التي؟ التينيا كولاي تمام. كده التلات زوايد اللي كانوا موجودين في اللارج انتستن مش موجودين في السمول انتستن. كده قارنا بين اللارج والسمول انتستن. نبدا بقى في ايه؟ اللارج انتستن. اول جزء معانا هو السيكم. طيب ايه السيكم ده يا سيدي؟ نجيب الليزر. قال لي هو بارت اوف لارج انتستن. ماشي هعديها لك. مكانها فين؟ قال لي بلو ذا ليفل اوف اليوسيكال فالف. ايوه. ايه اللي يخليك يا سيدي يقول لك ان الجزء ده سيكم والجزء اللي فوق اسندنج كله؟ طب ما الاثنين فاتحين على بعض، ايه الحد الفاصل يعني؟ قال لي بص شايف الاليوم ده دخل بفالف هنا، قال لي الفالف ده يفصل فوق عن الاسندنج وتحت عن السيكم بس كده، يبقى انا عرفت حدودي. طيب قال لي يا سيدي هو اتز بلايند باوتش، اصلا اسمه بالعربي في العلوم المصران الاعور. ليه اعور؟ لانه ماشي بعين واحده، عين مفتوحه وعين مقفوله، عين مفتوحه على الاسندنج كولون والمقفوله مقفوله من تحت، حتى ما سموش اعمى، اعمل كان يبقى مقفول من ناحيتين، لا هو اعور مفتوح من ناحيه ومقفول من ناحيه تمام. طيب حجمه قد ايه ودنيته قد ايه؟ قال لي والله هو 6 سم من 6 ل 10 يعني، الحته دي كده من 6 ل 10 تمام. موجوده فين؟ موجوده في الرايت اليك فصه. فين بالظبط؟ قال لي بص يا سيدي شايف الخط ده اسمه انجوينال ليجامنت. قال لي يا سيدي هو اباف لاترال هاف منه، يبقى تيجي تقسمه شايف الانجوينال ليجامنت ده اللي كان بيفصل البلفس عن الساي، تيجي عند اللاتر تيجي في النص كده قسمته نصين، تعال عند اللاترال هاف. يا عم ما هو في خلاص في الرايت اليك فصه، مش ناقصه حوارات يعني. يبقى تاني كده ايه هو السيكم؟ قال لي هو لارج من لارج انتستين، بارت من لارج انتستين. طيب حدوده فين؟ قال لي يا سيدي
فيما تحت الاليوثيكال فالف. طب هو موجود فين كله؟ قال لي موجود في الرايت الياك فوسا. تمام. طيب الكوميونيكيشن متوصل بايه؟ والله اول فتحه فوق اهي دي مكمله في الاسندنج كول. طيب من البوستيرو ميديال اسبكت يبقى ورا وناحيه ميديال يفتح فتحتين. الفالف ده، شايف الفالف ده بقى اللي انا قعدت اتكلم عنه؟ بص الفالف باين هنا ازاي، فالف يفصل اللارج عن السمول، لازم دي ما فيهاش هزار. فاتح فين يا سيدي؟ في البوستيرو ميديال وول. طيب الفالف ده يا سيدي تحته بواحد انش او 2 سم بالكتير هتلاقي فتحه الابندكس الزايده الدوديه اهي. يبقى ادي اول فتحه عندي، فتحه الاليوم اللي جه فتح بالاليو سيكال فالف، وتحته ب 2 سم او 1 انش هتلاقي الابندكس. تمام. طيب ريليشن السيكم ده يتغطى بايه؟ قال لي اول حاجه انتيريور. بص يا سيدي الكولون والسيكم وكل حاجه انتيريور ريليشن ثابته، اللي هي كان عندي هنا ايه اللي موجود قدامي ده؟ دي حاجه اسمها الجريتر اومنتم. شايف الاومنتم ده؟ ده اسمه الجريتر اومنتم، الستاره دي. تمام. وكان تحتها في كويلز اوف سمول انتستين. شايف الاليوم ده ساعات هو بيتحرك، فساعات بيجي كده قدام السيكم، يعني تيجي تفتح كده ما تلاقيش السيكم، تلاقي السوات سمول انتستين، حركهم كده، ما هو دول بيتحركوا، ابعدهم هتلاقي ايه تحتهم السيكم. يبقى اول حاجه عندي السمول انتستين وفوقها الستاره اللي هي جريتر اومنتم. الستاره بقى الكبيره بتاعتنا اللي هي احنا شايلينها من هنا دي انتيريور ابدومينال وول. يبقى الانتيريور ريليشن ايه هما؟ كويلز اوف سمول انتستين خصوصا اليوم، الستاره بتاعتنا الصغيره اللي هي جريتر اومنتم، ثم اكبر ستاره اللي هو انتيريور ابدومينال وول. طيب البوستيريور ريليشن بقى، بص يا سيدي عندي عضلتين اللي هم كانوا اخوات كده بتاخدهم في الابر في اللور ليمب، اللي هم الياكس والسور السوس ميجور. السوس ميجور والياكس الاثنين دايما اخوات. طيب وثلاث نيرفات عندي، فيمورال وجينيتو فيمورال، فيمورال وجينيتو فيمورال، واللاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. كل دي حاجات تبع اللور ليمب، اكيد انت نسيها بس انت ممكن افتكر الاسم وخلاص. يبقى انا عندي فيمورال وجينيتو فيمورال ولاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. طيب مع العضلتين طبعا اللي هو السواس ميجر والالياكس. طيب معايا فيزل الاكسترنال، انا مثلا الاكسترنال اليك فيزل اللي هم دول والجونادال فيزل. يبقى انا عندي تو فيزل، اكسترنال اليك والجونادال. طيب يبقى تاني كده انا عايز البوستيريور ريليشن، عضلتين وتو فيزلز وثلاث نيرفات، 2 2 3. ايه العضلتين؟ ادي السواس ميجر والالياكس. ايه الفيزلز؟ اكسترنال اليك والجونادل. ايه الثلاث نيرفات؟ ادي فيمورال جينيتو فيمورال لاترال كيوتينيس. تمام. طيب ايه البروتينيه ريليشن بقى؟ علاقه السيكم بالبروتينيه. بص يا سيدي انا قلت لك ان هو بيتحرك بس ملوش ميزنتري، ازاي؟ بص يا سيدي ادي ان اتخيل كده ان انت بتبص على السيكم كده من جنب، ادي السيكم، ادي السيكم. تمام. جه عمك البروتينيوم ام هو هو كان بص الجزء، تعالى بس عشان اكبرها لك شويه. اها بص ادي السيكم والجزء اللي طالع ده ايه؟ ده اسندنج كول. تمام. طيب ده انت بتبص عليه من الجنب، خلي بالك. طيب بص يا سيدي والله البروتينيوم كان زانق الاسندنج كول في الحته اللي ورا ما بيحركوش. تمام. جه عند السيكم ام طلع لقدام، لو فضل كده كان هيفضل فيكسد، لا قام راجع ورا ونازل تاني. يبقى الجزء الفيكسد هو الاسندنج كولون، لكن السيكم بص متحوط بكيس ازاي، فهو بقى بيتحرك بس ملوش ميزنتري. تمام. طيب يبقى هو السيكم از كومبليتلي كفرد وذ بروتينيوم. تمام. هو بالتالي موبايل ولكن ملوش ميزنتري. طيب شايف بقى الحفره اللي احنا عملناها ورا؟ انا قلت لك كده انت بتبص من الجنب، يبقى ده انتيريور وده بوستيريور. تمام. طيب يبقى في ريسس هنا كده جيب، قلنا عليه ريترو سيكال ريسس. طب وظيفته ايه؟ هتعرف دلوقتي. شايف ازاي ده دي ليها طرف ثابت اللي هي البيس بتاعتها، بس الطرف الثاني قاعد يلعب مهدوده بقى، تلعب يمين وشمال، كل ما الدكتور يخش عشان يشيل الزايده ما يلاقيهاش، يلاقيها فين؟ بتتصرمح ورا في الجبده. يبقى الزايده المفروض تكون هنا كده، المفروض تكون كده، لا قامت راجعه لورا تقوم محشوره في الجبده، يفضل يدور عليها بقى. تمام. طيب سيرفيس اناتومي اوف سيكو. بص يا سيدي عندنا يا سيدي فين الليزر اهو يا جدعان، لا اله الا الله اهو ماشي.
شايف الخط ده يا سيدي؟ اسمه انتر تيوبيركولار بلين، عزيز من هنا وعزيز من هنا، اللي هو انتر تيوبيركولار سباين، وصل الاثنين ببعض يطلع لك انتر تيوبيركولار بلين. تمام. وتعالى عند الميد كلافيكولار لاين تقريبا يكون لي حاجه اسمها رايت لاترال فيرتيكال بلين، اهو فيرتيكال بلين اهو. طيب وبعد كده فاكر الانجوانا ليجامنت اهو، يبقى كون لي مثلث البيس بتاعته او اللي هو السوبيريور اللاين بتاعه معمول بالانتر تيوبركولار بلين، تمام، اللي هو بتوصل اتنين عزيز ببعض. وتيجي عند الميد كلافيكولار لاين يكون لك حاجه اسمها رايت لاترال فيرتيكال بلين. وتعالى يا سيدي عند الانجوينا ليجمنت اعمل خط موازي. شايف بقى يا سيدي نقطه التقاء اللي هو الميد كلافيكولار لاين او الرايت لاترال فيرتيكال بلين ده مع الانتر تيوبركولار بلين ده، الاثنين دول مع بعض، شايف النقطه دي؟ هتلاقي عندها بالظبط الاليوسيكال فالف، هم بيقولوا كده. طيب هتخش والله هتلاقي اصلا يعني النقطه دي تلاقيها هنا مثلا، ما علينا. طيب بس ده السيرفيس اناتومي بتاعه يا سيدي. تمام. يبقى ميديا اللي هتلاقي مين اللي هو رايت لاترال فيرتيكال بلين، اباف هتلاقي الانتر تيبيركال بلين، وتحت اللي هو اللاترال بقى هتلاقي مين الانجوينال ليجمنت. تمام. طيب قال لي الرول بتاعه السيك، تفتكر في الثلاثه فيتشرز بتاعه اللارج انتستين اللي تخليها تختلف عن سمول انتستين؟ كان في ثلاثه سات اللي هم ساكوليشن و ال كان اسمها ايه، ابنديسيس ابيبلوك تقريبا، معلش والله ما فيش تركيز خالص. ابنديسيس ابيبلوك، تمام، والتي اللي هو تينيا كولاي. طيب كان في حاجه انا قلت لك حاجتين كانوا مش موجودين في الابندكس وركتم قلنا كانال، بس كان في حاجه مش موجوده هنا، قلت لك ده عنده زايده، تحط له زوايد، يبقى الابنديسيس ابيبلوكا مش محطوطه هنا. طيب اللي ما كان موجود عندي سيت تينيا كولاي، قال لي والله هو مش تينيا كولاي ثلاثه، عندي واحده قدام واثنين ورا مش باينين، بس يا سيدي. تمام. طيب يبقى نراجع تاني على السيكم. السيكم يا سيدي كديفينيشن هو بارت من اللارج انتستين، مكانه فين؟ تحت الاليو سيكال فالف. طيب طوله قد ايه؟ 6 سم. طيب قال لي مكانه فين؟ في الرايت الياك فصه، بالظبط عند اللاترال هاف من الانجوينال ليجمنت. طيب الفتحات اللي هيتوصل بيها فوق مع الاسندنج كولون، في البوستيرو ميديال بارت هتلاقي فتحه اللي هو الفالف اللي قدام ده اللي هو الاليوسيكال فالف، وتحته ب 2 سم هتلاقي الابندكس. تمام. متغطي بايه؟ انتيريو بوستيريو ريليشن. والله انتيريو ريليشن هتلاقي فيه كويلز من السمول انتستين بتيجي تغطيه، والستاره اللي هي جريتر اومنتم ثم انتيريو ابدومينال وول. طيب بوستيريو ريليشن 2 2 3 2 تو ماسلز سواس ميجر والياكس، 2 اكسترنال فيزل وجونادال فيزل، 3 اللي هم فيمورال جينيتو فيمورال لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. تمام. برايت البروتينيوم، قلت البروتينيوم هيجي حوطه كده ويعمل لي ريسيس اسمه ريترو سيكاريسيس، والفيرمي فورم ابندكس هتقوم محشوره فيه. تمام. طيب سيرفيس اناتومي، قلت لك ترسم خط من الميد كلافيكولار والانتر تيوبيركولار لاين والانجوينال ليجامنت، هوب هتلاقيه في النص. تمام. طيب قال لي الول يا سيدي فيها ايه؟ فيها التينيا كولاي، خط واحده قدام واثنين ورا، بس مفيش ابندكس ابيبلوك. خش بقى يا سيدي على الفيرمي فورم ابندكس، عندي الزايده يا دكتور اشيل له الزايده، عنده الزايده اشيل له الزايده، منتشر قوي حكايه الزايده دي. تلاقي انت قاعد في الاستقبال كده تلاقي عيان داخل عليك ماسك لك جنبه اليمين، مش قادر يستحمل الوجع، تيجي تحط صبعك كده، تيجي تحط ايدك تضغط مكان الزايده وتشيل، يحصل حاجه اسمها ريباوند تندرنس، اللي هو الوجع ما بيحصلش وانت بتحط ايدك، لا بالعكس وانت بتشيل ايدك، اسمها ريباوند تندرنس، تبقى تاخدها في البطن ان شاء الله او في الفيس ممكن تلاقيها. تمام. وتلاقيه بيعرج، تيجي مثلا تتني ركبته ويفردها يحصل الوجع، ريباوند تندرنس برضه. تمام. فعايزين نعرف بقى ايه هي الفيرمي فورم ابندكس. اول حاجه ديفينيشن، هي اسمها ليه فيرمي فورم؟ لانها شبه الدوده، شايف عامل ازاي؟ دوده بتلعب في البطن. قال لي هي نار وورم لايك تيوب، طيب كونتيننج لارج اماونت اوف ليمفويد تيشو، تمام، وبتتشال في اغلب الناس اصلا، ولو انت شلتها تبقى ارتحت. طيب مكانها فين؟ قال لي مكانها في الرايت، ماسكه في السيكم، يبقى في المكان اللي موجود في السيكم، رايت الياك فصه، ماسكه في السيكم بالبيز بتاعتها. تمام. فين بالظبط؟ قال لي في البوستيرو ميديال بارت من السيكم. تمام. 1 انش او 2 سم تحت الفالف، وده قلناه. طيب طولها قد ايه؟ من 2 ل 20 سم، يعني تخيل السيكم ده 6 او 10 سم،
تقوم الفيرمي فورم دي 20 توصل 20 تلاقيها تحس ان دي اسمه انتستن تانية اصلا، وساعتها لازم تتشال. يبقى ساعه بتوصل 20 متر وتلاقيها عامله مشاكل، ما تشيلها يا عم وريحها. تمام. تخش بقى على البروتينيال كفرنج. بص يا سيدي، قلت لك ان السيكم والابندكس الاثنين فري للموبايل، بس الابندكس هي اللي معها الدوده الدحلابه دي، هي اللي خدت الفيرمي فورم، هي اللي خدت البروتينيه. والله بروتينيوم يا سيدي يجي من عند مش الاليم ده، في بروتينيوم في ميزنتري نزل لي حته يا سيدي للابندكس نسميه ميزو ابندكس. طب ميزو ابندكس ده يا سيدي بص عامل ازاي، ده مثلث كده. بص ادي مثلث اهو، ارسم كده، ادي المثلث. البيس بتاعته فوق عند التيرمينال اليم، والابكس بتاعته عند الابكس اوف ذا فيرمي فورم ابندكس. طيب في ايه؟ قلت لك لازم يحتوي على الاورجن اللي هو الابندكس، ادي اول حاجه. تاني حاجه بلاد فيزل، بس البلاد فيزل بتمشي في اللي هو الفري بوردر منه، اللي هو الجزء اللي بره ده، شايف الارتري اهو. تمام، ادي يا سيدي ابندكولار فيزل، والنيرف بيمشي معاه، وعندي شويه ليمفويد تيشو اهو، وعندي شويه فات، نفس الحاجات اللي كانت في الميزنتري بس تخص مين؟ تخص الابندكس. يبقى انا عندي الميزو ابندكس هو ايه سيدي؟ عندي ده البروتينيال كفرنج بيبدا بيمتد من التيرمينال اليوم وينزل يغطي الفيرمي فورم ابندكس. هو تراينجولار ان شيب، الفري بوردر بتاعه في ايه؟ في بلاد فيزل، ابندكولار نيرف، وفيزل، وحط لي بقى شويه فات، حط لي شويه لينف نود، الفيرمي فورم ابندكس دي اكيد. تمام. طيب في حاجه تانية نقولها. بص يا سيدي، الارتري ده مهم ليه؟ بص يا سيدي، عيان جاي لك عنده التهابات في الزائده، وانت بسم الله ما شاء الله دكتور جراح قد الدنيا، هتشيلها له، هتخش تفتح يا سيدي، هتقوم شايل دي، هوب مع السلامه. يجي العيان بعد ساعتين ثلاثه تلاقي العيان بدا دخل في هايبوتونيك تشوك، اغمى عليه. ليه؟ لان حضرتك لما قطعت ده اكيد هتشيل الزائده، مش هتسيبها جوه، قمت قاطع الزائده من هنا، نسيت تربط ده، نسيت تعمله لايجيشن، فحص قعد ينزف لغايه ما العيان اتصفى منك، والعيان هيموت وانت تروح في 60 داهيه. فعشان تبقى جراح لازم تبقى بتفهم. بص الجراحه دي هندسه الطب. تمام. فقبل ما تقطع دي، اربط دي، اربط الارتر ده، اعمله لايجيشن عشان ما يحصلش، ما يخشش في بوست اوبرتيف بليدنج. تمام. طيب البوزيشن قلت لك دي دوده، البيس بتاعتها ثابته، تعال نجيب الليزر، البيس بتاعتها ثابته بس الطرف الثاني قاعد يلعب. اشهر مكان هتلاقيه فيه، تلاقيها فين؟ قلت لك اللي هو الريسس، اللي هو الريتروسيكاريسس، بنسبه 65% هتلاقي الابندكس مستخبيه وراه، عشان تفتح ما تلاقيهاش. ايه ده انت شايل الزائده اصلا يا ابني؟ انا جاي لك، هو انت دكتور؟ ده انا جاي لك اشيل الزائده، تقول لي شايل الزائده؟ لا يا عم دي مستخبيه ورا. طيب بنسبه 65% بتلاقيها ورا السيكل. تمام. بنسبه 30% بتبقى بلفك، بتنزل تحت كده، يعني شايف الاصفر، بينزل، تنزل تحت البلفس، تنزل فين؟ عندي يوريتر هنا تنزل ناحيته، لو دي فيميل عندي الفالوبيان تيوب دي، يبقى مثلا لو في انفلاميشن في الابندكس، الانفلاميشن يتنقل من الابندكس للفالوبيان تيوب، تعمل سالبنجايتس، وتلاقي البنت دي قامت على طول شايله النص الشمال، نص الفرص الانجاب خلاص اتقطعت عشان ما شالتش الزايده. تمام. فبتبقى عامله مشاكل في البلفس دي بنسبه 30%. شويه بقى حاجات بسيطه ودي نادره، سب سيكل تلاقي تحت السيكم، يعني بدل ما هي وراه تلاقيها تحته. تمام. قدام او ورا الاليم، يعني الاليم اهو تلاقيها يا اما قدامه او وراه، كل دي حاجات نادره. اهم اتنين الريترو سيكل والبلفيك. تمام. طيب سيرفيس اناتومي دي بقى مشهوره، دي اهم من سيرفيس اناتومي بتاع السيكل. بص يا سيدي، فاكر هنا العزيز اللي هو انتيرو سوبيريور سباين، حط نقط، وتعالى عند الامبلايكس وحط نقط. ماشي يا سيدي، ارسم خط ما بينهم ووصلوا ببعضه. تمام. وبعدين اقسم الخط ده لتلت لاترال وتلتين ميديال، يبقى تلت ناحيه العزيز وتلتين ناحيه الامبلايكس. تعال عند النقطه دي، هوب خش جوه، هتلاقي البيز اوف ذا ابندكس. اصل انت بتقول لي هتخش تلاقيها مره ريتروسيكل، مره سبسيكل، مره ابندكولار، انا اخش العب جوه؟ ده انت بتفتح سطحه، بتفتح فتحه سنتي في سنتي او كم ملي في كم ملي، وتخش هوب تقطع وتخيط وعلى طول بالسلامه. هتخش بقى تدور؟ لا، انا عايز، بص يا سيدي هي دي بتلعب خلاص، البيز ثابته، خش على البيز على طول، ما انت كده كده هتقطع من البيز، يبقى خش هات لي علامه تقول لي ان دي البيز، ان انا هخش الاقي خلاص الابندكس هنا. بعد ما اقطع البيز اسحب بقى، تكون اي مكان تكون فيه خلاص انا قطعتها. تمام. طيب فالعلامه دي مين اللي اكتشفها؟ واحد اسمه ماكبيرني، سماها ماكبيرني بوينت. قال لي فين مكانها؟ It is a junction between lateral one third
والميديال تو ثيرد اوف لاين بيمتد من اللي فين؟ قال لي من عزيز لغايه الامبلكس. ذا بوينت ريبريزنت ايه؟ البيز مش التب. تمام. طيب البلد اناتومي ان هي يحصل فيها انفلاميشن، دي المشهوره، ما فيش حاجه يحصل تتسد يحصل فيها بكتيريال انفكشن يحصل فيها انفلاميشن. تمام. ولو فضلت موجوده هتفرقع، ولو سبتها لغايه ما تفرقع تعمل لك حاجه اسمها بريتونايتس، بدل ما كان انفلاميشن في في الابندكس ويقدر يتحل بان انت تعمل ابندكتومي وتشيلها وخلاص، لا ده البروتينيوم كله خلاص، ما هي جوه البروتينيوم بقى عايمه جوه الكافيتي ابدومينال كافيتي، تعمل لك بقى ايه؟ بروتونايتس، تبقى العيان راح في 60 داهيه. تمام. طيب كده تكون الابندكس خلصت تقريبا؟ لا لسه شويه حاجات بسيطه. بص يا سيدي، ارتيريا سابلا، فاكر يا سيدي لما قلت لك عندي اللهم صل على النبي فين القلم، كان عندي السوبيريور القلم احمر باب باب باب. كان عندي السوبيريور مزنتريك ارتري كده وادالي رايت كوليك وميدل كوليك، صح؟ فاكر التيرمينال برانش كان اسمه ايه؟ كان اليوسيكل. قلت لك هيديني برانش من الخمسه الاخرى للابندكس، قلنا عليه ابنديكولار برانش، يبقى هو ده البلاد سبلاي، ابنديكولار اوف اليوسيكل اوف سوبيريو مزنتريك. اهو يا سيدي ابنديكولار ارتري فروم اليوسيكل ارتري فروم سوبيريو مزنتريك ارتري. وساعات الابنديكولار ارتري ده خلق يعني الناس بتتولد من غيره، طب الابندكس يجي لها بلاد سبلاي منين؟ هي لازقه في مين؟ في السيكم. طب السيكم كان له اثنين، انتيريور وبوستيريور سيكل ارتر. الابندكس دي اشهر مكان موجوده فين؟ ريترو سيكل، يبقى هي تاخد من اللي ورا، تاخد من البوستيريور سيكل ارتري. تاني بلاد سبلاي اوف ذا ابندكس، هي طبيعي يبقى لها ارتري خاص بيها اللي هو اللهم صل على النبي الابندكولار ارتري. طيب حصل وما لقيتوش موجود، هي الابندكس بتكون موجود ريترو سيكل، يبقى تاخد من البوستيريور سيكل ارتري. تمام. فينس درينج كورسبوندنج، يعني ايه؟ يعني تاخد الابندكولار فين ثم اليوسيكال ثم سوبر ميزنتريك، ترجع يا سيدي وكذلك الليمفاتيك درينج. ابندكولار كان واخد من اليوسيكال، يبقى الابندكولار يرجع لليوسيكال لينف نود ثم الميزنتريك ثم السوبر ميزنتريك. بس يا سيدي نيرف سبلاي قلت لك اي حاجه واخده من السوبر ميزنتريك يبقى سمباثيك سوبر ميزنتريك بلكسس، والباراسمباثيك فيجاس. هنا في حاجه اسمها ريفيرد بين، ريفيرد بين ده موضوع هتاخده في السي ان اس، اللي هو الوجع يكون في منطقه غير الاورجن، يعني مثلا واحد يكون عنده وجع في قلبه زبحه صدريه تلاقي مسمع في كتفه الشمال، هو الكتف هو القلب موجود في الكتف، لا حاجه اسمها ريفيرد بين. الفيستولوجي بتاعها هتاخده في سي ان اس، بس باختصار ان يعني مثلا عندي الابندكس بيقول لي ان الوجع بتاعها بيكون موجود في منطقه الامبلايكس، طب ايه اللي جاب ايش جاب اللي جاب دي بعيده عندي؟ قال لي والله ان النيرف اللي بين السنسيشن من منطقه الامبلايكس هو النيرف اللي بين السنسيشن من منطقه الابندكس، فالاثنين بيتقابلوا مع بعض فتحس ان البين ناحيه الامبلايكس. طب ليه احسه هنا؟ طب ما هو واخد من هنا برضو، ليه حسيته هنا؟ لان الريسبتور اللي موجوده في الامبلايكس اكتر. ده باختصار الموضوع بالتفصيل هتاخده في السي ان اس، ربنا يعافيك منه يا رب. تمام. يبقى بلاد سبلاي واخدين من الابندكولار اللي هو من السوبيريو ميزنتريك من اليوسيكا ثم سوبيريو ميزنتريك. اي حاجه سوبيريو ميزنتريك بقى انت حفظت السكيما، يبقى سوبيريو ميزنتريك فين؟ سوبيريو ميزنتريك لينف نود، سوبيريو ميزنتريك بار سمباثيك، انما البار سمباثيك من الفيجاس. طب الفيجاس ده واخد عند تي 10، تي 10 قال لك ان هي سيدي بتاخد بين بتاخد تنقل سنسيشن من الامبلايكس، يبقى تعمل ريفيرد بين للامبلايكس. تمام. طيب قال لي حاجه عارفينها خلاص، ان الثلاثه تانية كولاي، ادي واحده اهي والثانيه اهي والثالثه مش عارف اهو، يلا يلا يا سيدي، وتلاقي الابندكس كده او دي الابندكس، ده الاليوسيكال فالف وادي الابندكس كده. تمام. يبقى الثلاثه تانيا كولاي دول يا سيدي بيتجمعوا عند البيز اوف ذا ابندكس. تمام. طيب اهميتها في ايه؟ ان واحد يا سيدي دخل علم على علامه ماكبرني بوينت ودخل ما لقاش الزايد، يقعد بقى يدور يا سيدي، ما انت عارف ان الثلاثه دول اكيد هتلاقيهم مطحين، انت اكيد دخلت في لارج انتستين. تمام. امشي ورا الثلاثه دول هيدلوك على البيز، اقطم يا سيدي بقى من وقتها. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الابندكس، نراجع عليها تاني. الابندكس كديفينيشن قلنا سيدي ان هي فيرمي فورم او ورم لايك تيوب. طيب بتتصل فين يا سيدي؟ قال لي يا سيدي بتتصل بالسيكم في البوستيريو ميديال اسبكت بالظبط 2 سم تحت الاليوسيكال فالف، طولها قد ايه؟ من 2 ل 20 سم. طيب البروتينيه قال لك بتاخد بروتينيوم من الترمينال اليوم بنسميه ميزو ابندكس، الميزو ابندكس ده تراينجل. تمام. الفري بوردر منه ماشي فيه الارتري والنيرف، وده مهم. تمام. وخلي بالك منه. طيب وحط في النص بقى الابندكس لينف نود شويه فات. تمام.
بعد كده يا سيدي قال لك الاماكن اللي هتلاقي فيها هي البيس ثابته بس هي بتتحرك، ريتروسيكل، سب سيكل، انت اللي هو بيري وبوست اليال، واللي اسمه ده والبلفيك، اهم اثنين ريتروسيكل والبلفيك. تمام. طيب سيرفس اناتومي بيرني بوينت بين عزيز والامبلايكس عند اللاترال 1 ثيرد والميديال 2 ثيرد اضرب هتلاقي جوه الابندكس، تخش تشيلها ليه؟ ما هو حصل فيها انفلاميشن في الابلايد اناتومي، انفلاميشن سدها، طب ليه تشيلها؟ عشان لو سبتها تفرقع تعمل لك بروتونايتس. تمام. ارتيريا سبلاي سوبيريو ميزنتريك، سوبيريو ميزنتريك برضو سوبيريو ميزنتريك، برضو سوبيريو ميزنتريك بس معاه الفيجاس، بيعمل حاجه اسمها ريفيرد بين عند تي 10. تمام. طيب والان بي 3 تينيا كولاي بيتقابلوا عند البيز بتاعت الابندكس. تمام. طيب يا سيدي نخش بقى يا سيدي على الجزء اللي بعد السيكم هو الكولوم. انا عندي كام جزء من الكولوم؟ من الكولون عندي اربع، اسندنج وديسندنج وترانزفيرز كولون وسيجمويد كولون. تمام. ووريتك الحودتين اللي حودهم اللي هو الرايت كوليك الرايت وليفت كوليك فيكشر. تمام. طيب نحط ده. يلا يا سيدي اول حاجه يا سيدي الكولون اهو بيتكون من اسندنج وترانزفيرز وديسندنج وسيجمويد كولون وعندي الهيباتيك وسبلينيك فيكشر. تمام. طيب الاسندنج والديسندنج كولون ناخدهم في مقارنه زي ما اخدنا الجيجرام والالين في مقارنه. بص يا سيدي من حيث الطول قال لي والله ان الجيجرام اللهم صل على جيجرام ايه ما خلاص ده فات. الاسندنج كولون اصغر من الديسندنج، ده 15 وده 25. تمام. ده موجود فين؟ قال لي والله ده موجود في الرايت لامبر ريجن ولكن الثاني رايت لامبر ورايت اليك ريجن. طب بص يا سيدي عشان تفهم هنا كان في حاجتين، في كولوم طالع وفي سيكم. طب الكولوم اللي هنا الواحد من هنا باتنين من هنا، يعني عارف انت البنت اللي بتقول لك الست ب 100 راجل فكك منها ما تصدقهاش خدها على قد عليها، هي بس بتقول لك ان انا اعمل 100 منكم. كذلك برضو يقول لك ايه ان الديسندنج كولوم هو لوحده يعمل الاثنين دول مع بعض اللي هو الاسندنج والسيكم، ما تصدقش الست وصدق ايه الاناتوم اللي احنا بناخده ده. تمام. اصل ده اللي هينفعك. ادي السايت رايت لامبر ريج ده كان هنا. طيب ايه اللي كان موجود هنا في الرايت الياك؟ السيكم. خلاص خد مكان السيكم معاه، يبقى واخد الرايت الياك والرايت لامبر. تمام. امتداده يا سيدي نمسك في الاسندنج، قال لي والله يطلع بعد من عند بدايته من عند الاليوسيكال جنك اللي هو اليوسيكال فالف. قلت لك ده الحد اللي هيقول لي انت فوق اسندنج كول وتحت سيكا. تمام. طيب يبدا طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق لغايه ما الاقي الليفر هنا كده، يقابله يقوم خبطه على دماغه يقول له انزل كون لي حاجه اسمها ترانزفيرز كول. يبقى فضل طالع لغايه ما الاقي الرايت لوب اوف ذا ليفر. ما هو هنا الليفر بيبقى موجود كده، هنا رايت لوب وهنا ليفت لوب، انت اكيد واخد محاضره الليفر. طيب بعد ما الليفر يخبطه على دماغه يمشي لقدام ويحود شمال. تمام. يا هو ما حوتش شمال على طول، لا طلع لقدام وبعد كده شمال. تمام. طيب هيكون لي ترانزفيرز كولون، سيبك منه دلوقتي، تعالى عند الناحيه الثانيه. هنا مفيش ليفر، فقام طلع لفوق شويه، يبقى مستوى الليفت كوليك اعلى من الرايت كوليك عشان هنا مفيش ليفر، هنا مفيش ليفر. تمام. طيب وبعد كده يفضل نازل 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 لغايه ما كون لي حاجه اسمها السيجمويد كول. تمام. التينيا كولاي قال لي والله في خطين زي السيكم، اتنين واحده قدام واتنين ورا وهنا واحده قدام واتنين ورا. طيب بروتينيا ريليشن، بص يا سيدي فاكر لما كنت بقول لك ده فري وده فيكسد؟ فيكسد يبقى البروتينيا انبص فعصه في البوستيريو ابدومينال وول. تعالى بص هنا ده كروس سكشن، انت بتبص عليه من فوق، ده اسندنج كولون وده ديسندنج كولون، ما انت قطعت بقى بتبص من فوق، يبقى انت قطعت هنا وبتبص من فوق، بصينا من فوق لان البروتينيوم هو الخط الاحمر ده وده الميزنتري. شوف الميزنتري يعني بيتحرك ازاي، بيلعب لكن ده محبوس محبوس ورا، بس لما اتحبس بص يا سيدي بص انت عملت ايه، تعال بص هو البروتينيوم كان كده، قام بص جه كده عمل كده وحوطه وهوب كمل، فعمل زاويتين هنا اللي هو الزاويه دي وزاويه دي، الزاويه بنسميها جتر. بص يا سيدي شايف ده اهو جه كده وقام طالع وجه كده وقام طالع عمل زاويتين، فاللي ناحيه الاسندنج الاسندنج ناحيه الرايت نقول عليهم رايت جاترز ميديال ولاترال، واللي ناحيه الديسندنج هم ناحيه الليفت، ف
فنقول عليهم ليفت جاترز ميديال ولاترال. انا مش عايز اكتر من كده اهو. كفر ذا فرونت اند سايدز قدام والجناب، لكن ورا لا مش ما فيش بروتينيوم ورا، هو اصلا ريترو بروتينيوم. تمام، تعال نتكلم عن ريليشن. انتيريور ريليشن قلت لك اي انتيريور ريليشن ثلاث حاجات، كويلز اوف سمول انتست ماشي معاك يا سيدي، الجريتر اومنتا تمام، والانتيريور ابدومينال زيهم زي السيك. تعال في البوستيريور ريليشن بقى وصحصح لي عشان بص اللعب كله هنا. بص يا سيدي تعال نبدا في الاسندنج كول. بص ورا شايف الكدني اكتر حاجه بارزه، حطها معايا يبقى الرايت كدني، يبقى الرايت كدني مع الاسندنج كول. تمام، طيب حط لي يا سيدي تلات عضلات ماشي، زود لي عليهم تلات نيرفات. ادي التلات عضلات فين يا سيدي؟ بص عضله هنا اهي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس اهي، شايف العضله دي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس، تلاقيها في كمال الاجسام باينه كده وواخده شكل بروس كده. تمام، وعضله اسمها كوادريتس لامبورم. ايوه انت حضرت جن وانت بتنطق الاسماء دي، يبقى انا عندي ترانسفيرسس ابدومينس وكوادريتس لامبورم، وفي عضله ثالثه هنا اللي هي الالياكس. يبقى تلات عضلات، الترانسفيرسس ابدومينس والكوادريتس لامبورم والياكس، جمعهم في كلمه مثلا كل، لا اسمه ايه؟ تاكل. التي اي اللي هي ترانسفير. بص يا سيدي تعال، تي اي اختصار لترانسفيرسس ابدومينس تمام، ثم كيو اللي هو كوادريتس لامبورم. تاكل عضلتين من غير التالتة يا سيدي اللي هي، ينفع تاكل عضلتين من غير التالتة؟ لا، خد معاهم اللي هي الياكس. تمام، طيب ادي تلات عضلات، فين التلات نيرفات؟ في اتنين بيمشوا جوه الترانسفيرسس الكوادريتس لامبورم اللي هي الكوادريتس لامبورم اهي، اللي هي الحته دي العضله اهي اللي هي حدودها اهي، دي الكوادريتس لامبورم. في نيرفين بيمشوا جواها، اليو هايبوجاستريك واليو انجواين. يبقى اليو هايبوجاستريك واليو انجواين ولاترال كيوتينيس نيرف اوف ذا سايد عارفينه من اول المحاضره. يبقى تلات نيرفات وتلات عضلات وكدني، فين الكدني؟ اهي كدني باين. التلات عضلات ترانسفيرسس ابدومينس كوادريتس لامبورم الياكس، تلات نيرفات اتنين جوه الكوادريتس لامبورم اللي هم اللاترال اللي هم اليو هايبوجاستريك والاليو انجواين، وتحت اللاترال كوتينيس نيرف اوف ذا سايد. طيب وزود عليهم الاليا كريست، ما هو الياكس اهي، الاليا كريست الحرف اهو معاها يا سيدي ماشي. ناحيه الشمال بقى في الديسندنج كله نفس الكلام، بس بدل ما هو رايت هتخليه ليفت، بس هتزود معاهم شويه حاجات اللي متعلمها بالاصفر دي، زي سبكوستال نيرف وفيزل. فين يا سيدي؟ هم المفروض يطلعوا من تحت الكدني كده، هوريها لك في الدياجرام تاني، بس تخيلهم ان هم ايه موجودين هنا كده. تمام، دول اسمهم ايه؟ سبكوستال، اللي هم تحت في السبكوستال تحت الديافرام كده. تمام، طيب بعد كده يا سيدي في حاجه اسمها الليفت، زود حاجه مش انا قلت لك ان الديسندنج بيساوي الاسندنج والسيكم؟ طب فاكر بقى البوستيريور ريليشن بتاع السيكم؟ حطها هنا يا سيدي، اللي هي كانت يا سيدي عضلتين السواس ميجر والالياكس. انا معايا الالياكس ومزود السواس ميجر اللي نازله لي من فوق كده، سواس ميجر تمام. كان معايا تلات نيرفات، فيمورال وجينيتو فيمورال ولاترال كيوتينيس، انا خدت منهم اللاترال كيوتينيس، يبقى تحط الفيمورال وجينيتو فيمورال بس، وزود بقى معاهم من عندك بقى ايه اللي هو اسمه الجونادال فيزا. تمام، يبقى تاني انا معايا ناحيه الرايت اللي هو في الاسندنج كولن، معايا ادي الاسندنج المتعامل بالاحمر اهو تمام، ورايا ثلاث عضلات، عضله ماشيه بالعرض اهي ترانسفيرسس ابدومينس، عضله نازله بالطول اللي هي لونها دي كوادريتس لامبورم، والعضله دي الياكس مع الاليك كريست، كل دول بوستيريور مع ثلاث نيرفات، اتنين ماشيين جوه العضله اللي هو اليو هايبوجاستريك واليو انجواينال ولاترال كيوتينيس نيرف اوف ذا ثاي. الناحيه الثانيه هم بس بدل ما كنت رايت خليك ليفت، وزود شويه حاجات سبكوستال نيرفو فيزل معايا يا سيدي حاجات السيكم، لان الديسندنج واخد السيكم والاسندنج. تمام، ايه اللي كان بوستيريور للسيكم؟ كان فيمورال وجينيتو فيمورال نيرف، وزود السواس ميجر مصل، واخر نيرف اللي هو الجونادل او زود الجونادل فيزل. تمام، طيب ادي يا سيدي عضله الكوادريتس لامبورم وترانسفيرسس ابدومينس. تمام، طيب وادي يا سيدي عضله ده الاسندنج كله. بص يا سيدي ادي الترانسفيرسس ابدومينس اهي، وادي يا سيدي عندك الراي فوق الراي سواس ميجر ماشي، ممكن تحطها بس هي مش قوي. تمام، الياكس
تمام. هنا كان في عضله كده اسمها بتمشي ماشيه ورا كده هنا، اللي هي كوادريسس لامبورا، ماشي فيها النرفين اللي هم اليو هايبوياسترك واليو انجوينال، تمام. والليفت كدني او الرايت كدني قصدي، احنا ناحيه الرايت، تمام. ادي عضله اللي في الاسندنج. الديسندنج بقى يا سيدي معايا السب كوستال فيزل اللي هي باينه، والليفت كدني معايا السوس ميجر وترانزفيرس ابدومينس باينه، معايا يا سيدي بقى الكوادريسس لامبورم اهي والنرفين بتوعها اللي هو اليو هايبوجاستريك والاليو انجوينال، معايا الثلاث نرفات اللي تحت. زود يا سيدي اللي انت عايزه، فيمورا جينيتو فيمورا لاترال كوتينيس سيرفيس سايت، بص كتير، حط اللي انت عايزه، الرسم اهي قدامك، متع نظرك، متع نظرك في شيء. شايف الرسومات، متع نظرك. لا نراجع على الحاجات دي تاني. يبقى الاسندنج والديسندنج كورنيسي، بص انا معايا ده الديسندنج اطول ليه؟ لانه الديسندنج عامل اتنين، الاسندنج والسيكم، تمام. يبقى خلي بالك ده 25 وده 15. طيب قال لي ده فين؟ ده في الرايت لمبر بس، لكن ده الرايت لمبر ماشي، بس زود منطقه السيكم اللي هي ما اقصدش الرايت لمبر، هو اقول يوازي الرايت لمبر، هي اكيد ليفت يعني باينه هي فين، يبقى الليفت لمبر. والسيكم كان في الاليك، يبقى انا في الاليك برضو، تمام. اكستنشن ده بيمشي ابورد بدايه من ايه؟ بدايه من الاليوسيكال فالف لغايه ما يطلع عند الرايت لوب اوف ذا ليفر، يقوم طالع لقدام وحاول شمال يكون لي الرايت كوليك فليكشر، ويبدا بالميزوكو ترانسفيرز كولون. طيب بدانا من عند الليفت كوليك فليكشر، نزلنا لتحت لغايه ما كوننا السيجمويد كولون، تمام. طيب التينيا كولاي خط قدام واثنين ورا، البروتونيال، البروتونيال بيجي يغطيهم يكبسهم في البوستير ابدومينال وول، يكون لي حاجه اسمها الجتر، رايت جتر ميديال ولاترال، ليفت جتر ميديال ولاترال، تمام. طيب الريليشن عندي انتيريو ابدومينال وول وعندي جريتر اومنتوم وكولز اوف سمول انتست، تمام شغال. البوستيريور بقى دي اللي فيها شغل وفيها حفظ كتير. بالنسبه انا عندي كدني وكريست، كدني وكريست و3 و3، يبقى كدني وكريست و3 و3، ده فين؟ في الاسندنج. طيب مين الثلاثه وثلاثة؟ ثلاث عضلات وثلاث نيرفات. العضلات ترانسفيرس ابدومينس كوادريتس لامبورم، تاكل اللي هو ترانسفيرس ابدومينس وكوادريتس لامبورم والالياكس، تمام. بعد كده ثلاث نيرفات، اثنين ماشيين جوه العضله اللي هم اليو هايبوجاستريك واليو انجواينا، وثالث واحد اللي هو لاترال كونتينوس نيرف ساي. بعد كده الناحيه الثانيه زيهم بس ناحيه الشمال، وزود سب كوستال نيرفو فيزل، حاجات السيكم اللي هي فيمورال وجينيتو فيمورال وجونادل وسواس ميجور، تمام. طيب ادي العضلات يا سيدي اهي، وادي الصور تاني. نخش بقى على الترانسفيرز كولون. الترانسفيرز كولون ده يا سيدي طوله قد ايه؟ قال لي طوله 50 سم، يعني ده باين عليه كبير، ده تلت اللارج انتست. قال لي يا سيدي هو بيبدا ازاي؟ قال لي بيبدا في الرايت هايبوكوندريوم، ويقوم نازل في منطقه الامبلايكال، ويقوم طالع في الليفت هايبوكوندريوم. ده اللارج، ده الترانسفيرز كولون. طيب ليه طلع ونزل كده؟ هو نزل بعد ما كون الرايت كوليك فليكشر نزل لتحت، تمام. طيب نزل كده وسايبينه؟ لا، معلقينه في حاجه اسمها ميزو كولون، ترانسفيرز ميزو كولون. يبقى من اسمه كده في ميزو كولون، يبقى ده موبايل ولا فيكسد؟ لا موبايل اهو يا سيدي. بيجن ان ذا رايت كوليك فليكشر بيلو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر، تمام. هانج داون بينزل لتحت لغايه ما يوصل امبلايكال ريجن، تمام. وبعد كده سسبندد متعلق بترانسفيرز ميزو كولون. طيب الترانسفيرز ميزو كولون ده نزل منين اصلا؟ نزل من الانتيريور بوردر اوف بانكرياس، تمام. طيب وبعد كده يكون لك الليفت كوليك فليكشر. تعالى يا سيدي نشوف الحوار الميزو كولون ده او البروتينير، البروتينير ريليشن يعني. هنجيب بس الليزر اهو، بيقول لي كومبليتلي كفرد وذ بروتينيوم، وبيكون لك ايه سيدي؟ الترانسفيرز ميزو كولون. بس خلي بالك بقى، في جزئين، في منطقه ما فيهاش بروتينيوم، ما فيهاش ميزو كولون قصدي، اللي هي فين؟ قال لك اول 2 انش، اول 2 انشز من بعد الرايت كوليك فليكشر. يبقى المنطقه دي ما فيهاش ميزو كولون ولا ما فيهاش ميزو كولون من ورا، تمام. امال ايه؟ لقينا ان الترانسفيرز كولون لازق في اللي وراها على طول، اللي هم مين؟ لقينا اللي ورا يا سيدي السكند بارت اوف ديودينم والهيد اوف بانكرياس، الاثنين دول. يبقى بص حتى قطع لك هنا اهو، بيقول لك ان الحته دي هتيجي ترسم كده، تعال نجيب القلم، هتيجي ترسم كده يا سيدي، كمل ترانسفيرز كولون، يبقى ورا مين؟ ورا السكند بارت اهو اللي هو ده، والهيد اوف ديدرم، الهيد اوف بانكرياس، الاثنين دول مفيش بروتينين بيفصلهم، لا كونتاكت مع بعض. لكن هنا الحته دي من البنكرياس طلعت منها الستاره اللي اسمها ترانسفيرز ميزو كولون، اللي هتمسك في الترانسفيرز كولون طول ما هو ماشي، تمام. طيب نرجع بقى اللي عملناه ده،
نشيل ده عشان نبقى نشرح عليها. تمام. طيب والتانية كولاي. بالنسبه للتانية كولاي يا سيدي، الاسندنج كولون بص كان في واحده قدام واتنين ورا، بس هنا قام مقلوب لانه مش لقدام وحود، فاللي كانوا قدام يطلعوا ورا، يبقى اتنين قدام وواحده ورا، عكس الاسندنج والديسندنج كولون. تمام. طيب ايه ترانسفيرز ميزو كولون ده يا سيدي؟ قال لي هو برود بريتانيال فولد. فاكر الكيسه اللي هي الستاره والازازه اللي عملناها؟ هنعملها مع الميزو كول. تمام. وتقوم معلقاها كده يا سيدي. طيب ايه الكونتنت؟ قلت لك هتحتوي الاورجن، تحتوي بلاد فيزل ونيرفات وفات وشويه ليمف درينج. بس يا سيدي اهو، هو ده معمول لمين؟ معمول للترانسفيرز كول، يبقى ترانسفيرز كولون في الفري مارج. البلاد فيزل اللي طالع له، مش قلت لك ان ده اسمه موديل كوليك هيتقسم لرايت وليفت؟ يبقى حطهم معاه، وحط شويه ليمفاتكس والنيرفات اللي هي السوبر ميزنتريك بلكسس والفيجاس وشويه فات. بس يا سيدي مش اكتر من كده. تمام. تعال نتكلم عن الانتيريور ليشن. ادي يا سيدي ترانسفيرز كولون، خدها من ناحيه الرايت لناحيه الليفت. ايه اللي قدامي ده؟ ده الرايت لوب اوف ذا ليفر، حطه معاك. ايه دي؟ دي الجول بلادر، الفندس بتاعها تحت، يبقى الفندس اوف جول بلادر. تمام. جريتر اومنتم بينزل من الجريتر كرف، يبقى الجريتر شاف الجريتر كرفتشر ده برضو جاي بيه، والجريتر اومنتم يقوم نازل من هنا كده، الستاره اللي كانت موجوده برضو انتيريور، والانتيريور ابدومينال وول بتاعتنا الجميله دي. يبقى تاني انا معايا رايت لوب اوف ذا ليفر والبنتو بتاعته اللي هي الجول بلادر، الفندس بتاعها، جريتر كرفتش اوف ذا ستومك، جريتر اومنتم والانتيريور ابدومينال وول. ورا في اتنين احنا قلناهم اساسا اللي هم سكند بارت اوف ديدنم والهيد اوف بانكرياس، بس دول مميزين ان هم ان كونتاكت، مفيش اي ميزوكول او بريتونيوم فصل اتنين ببعض. تمام. طيب ايه دي؟ دي نهايه الديدنم، بدايه الجيجنم اللي هي كان اسمها ديدنو جيجنال جانكشن. تمام. او فليكشر وكولز اوف سمول انتستين. طيب تحت هتلاقي ادي الميزوكولون الكولون اهو، وال ترانسفيرز كولون اهو، وادي يا سيدي الكولز اوف سمول انتستين. تمام. طيب نرجع نقارن، نراجع عليه سريعا. فين الترانسفيرز كولون؟ لا ده رجعناه. طوله يا سيدي كام؟ 50 سم. تمام. بيبدا فين؟ بيبدا من عند الرايت كوليك فليكشر، من عند الرايت لوب اوف ذا ليفر، وفي منطقه الهايبوكوندريوم، وينزل في منطقه الامبلايكال، ويرجع لفوق ناحيه السبلين هنا، يعمل لي الليفت كوليك فليكشر او سبلينك فليكشر. تمام. يبقى كده انتهى. طيب بعد كده يا سيدي البرتينيال ريليشن، قال يا سيدي هو متغطي كله بال اللهم صل على النبي، بايه؟ بالبروتونيه. اهو الترانسفيرز كولون، لو انت بتبص على من جنب اهو، ادي الترانسفيرز كولون اهو، والميزو كولون نازل اهو، شايفه؟ طيب الميزو كولون ده جاي منين؟ قال لي جاي من الهيد اوف من التيل اوف بانكرياس، من التيل بوردر. طيب في كله متغطي بالميزو كولون ده؟ قال لي لا، الفيرست 2 انشز من بعد الرايت كوليك فليكشر مش متغطيين بيه. يبقى اذا الهيد السكند بارت والهيد اوف بانكرياس دول ان كونتاكت ويز ترانسفيرز كولون. طيب التانيه كولاي عكس الاسندنج والديسندنج، لانه اتقلب، كان ماشي على طول ستريت، لا اتقلب، يبقى الاثنين اللي كانوا قدام، يبقى اثنين قدام، الاثنين اللي كانوا ورا بدل ما كانوا ورا يبقى اثنين قدام وواحده ورا. تمام. طيب وادي الترانسفيرز ميزو كولون اهو، نازل من انتيريور بوردر اوف بانكرياس، وقام حاوط مغلف الترانسفيرز كولون. محتوياته الترانسفيرز كولون شويه بلاد فيزل، شويه ليمفاتكس، شويه اوتوروميك ويفات. تمام. طيب بعد كده اتكلمنا عن الريليشن انتيريور سوبيريور. ليه انتيريور سوبيريور؟ لانه بص لما الاسندنج كولون اتحود، ما اتحودش ومشي ستريت، لا ده برضه جزء فوق، بص انتيريور سوبيريور وجزء انفيريور. تمام. طيب الانتيريور سوبيريور ادي رايت لوب اوف ذا ليفر، فندس اوف ذا جول بلادر، بعد كده ادي الجريتر كيرفيتشر والستاره اللي هتنزل تغطي الدنيا دي، لا تعالى نرسمها. ادي بص ادي الجريتر كيرفيتشر ده اهو، هينزل الستاره دي كده اللي هو الجريتر اومنتا، تغطي بقى ده كله، تغطي. تمام. طيب ومعاك سيل انتيريور ابدومينال وول. طب بوستيري ورا عندك اللي هو الهيد اوف بانكرياس والسكند بارت اوف ديودينم، دول وزاويه بروتونيم ان بتوين ديودينو جينجنال فريكشر اللي هو ده، وشويه كولز اوف سمول انتستين، وتحت كولز اوف سمول انتستين. تمام. طيب نخش بقى يا سيدي على اخر جزء في المحاضره ان شاء الله، او لا مش في المحاضره، في البارت 1. تمام. وبعد كده هنقفل، يعني ساعه ونص كفايه قوي. بص يا سيدي عايزين نقارن ما بين، بص يا سيدي مكانهم فين؟ ده كان موجود في الهاي رايت هايبوكوندريوم وده ليفت هايبوكوندريوم. بص ده الليفر كبسه لتحت ازاي، وده طالع لفوق، لان السبلين يعني صغير. طيب رايت هايبوكوندريوم، تعال نجيب الليزر.
ادي رايت هايبوكوندريا ودي ليفت، ده بيلو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر وده السبلين. تمام، ده مكانه فين؟ ده عند L2 لمبر 2 تحت، ولكن ده عند لمبر 1. يبقى بص هنا لمبر 1 ده قصادها، هنا لمبر 2 ده قصادها، ده بيبين لك ان الليفت اعلى من الرايت. تمام. طيب قال لي الشيب، قال لي ده بيكون رايت انجل. يعني بص يا سيدي، الرايت ده يكون ماشي كده يطلع لقدام ويمشي شمال يكون لي رايت انجل كده، لكن ده يكون لي اكيوت انجل لانه طلع لفوق قوي. بص عمل لي كده، يبقى دي رايت انجل كده ولكن دي اكيوت انجل كده. تمام. طيب الدافرام، والله يا سيدي في واحد ان كونتاكت وذ دافرام وواحد لا. الليفت هو الاعلى يبقى هو اللي وصل للدافرام اللي فوق، يبقى هو ان كونتاكت وذ دافرام. بيقول لي اتاتشت باي فرين اللي هو فرين فرينكو كوليك ليجامنت، فرينكو من الدافرام وكوليك لان ده كولم. فرينكو كوليك ليجامنت يا سيدي هوريه لك، ما تخافش. في اهو شايف يا سيدي، ادي السبلين اهو، وادي الدافرام متوصل، ادي الليفت كوليك فريكشر اهو متوصل بالدافرام اهو. تمام. طيب يبقى ده متوصل بدافر، انما ده لا، ده متوصل بكدني وخلاص. تمام. انتيرو سوبيريور ريليشن، قال لي انترو سوبيريور اهو اللي هو رايت لوب اوف ذا ليفر. طيب يا سيدي الناحيه الثانيه عند السبلين، طب بوستيريور، هنا رايت كدني هنا ليفت كدني، بس لا زودنا الدايفرام. يبقى تاني انا براجع من حيث ايه، بقارن من حيث البوزيشن، ده رايت وده ليفت هايبوكوندريوم، ده كون لي رايت انجل وده اكيوت انجل، ده عند الرايت لوب اوف ذا ليفر وده السبلين، ده متوصل بالدافرام لكن ده يا عيني لازق في الكدني على طول. يبقى في الريليشن بوستيريور هنا هتلاقي الكدني بس، وهنا هتلاقي الكدني والدافرام. تمام. طيب كده اول بارت يكون خلص ان شاء الله، هينزل وبعد كده نسجل بارت 2. سلام.